جملة نهاوند الشهيرة اللي دايما بتستهل بيها أي حلقة عاقب أي انتصار بتبقى دايما جملة صباح النصر. إحنا النهاردة نقدر نقولها إلى حد كبير، بس خلينا نقولها بشكل أكثر دقة، صباح النصر اللي حتة. ليه؟ لأن الهدف اللي جه فينا امبارح عطل فرحتنا وخلى الحكاية ترجع مرة تانية 50-50. أكيد هنتكلم مع حضراتكم في كل التفاصيل. صباح الفل على كل حضراتكم مشاهدينا في كل مكان في العالم. يوم جديد إن شاء الله يكون يوم سعيد علينا كلنا بإذن الرحمن، وبداية حلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي. صباح الفل عليكم وصباح الفل عليكم. صباح النصر اللي حتة، هتفق معاك مليون في المية يا كريم. صباح الخير والهنا على حضراتكم طبعا جميعا، وحلقة جديدة و10 الصبح في الأهلي النهاردة يوم الاثنين. وجينا قلنا صباح النصر، بس زي ما كريم بيتكلم وزي ما كلنا شعرنا امبارح، يمكن المباراة كانت ماشية لصالحنا، يمكن كنا نقدر نحرز أهداف أكتر من كده، بس خلينا نقول الحق يقال، لأن لما يبقى في لاعب عندنا أو في أي لحظة أو في أي مباراة بيكون في لاعب بيأثر، بنقول إحنا ما حققناش مثلا سكور أعلى من كده علشان إحنا عندنا مشكلة في اللعيبة بتاعتنا. ولكن امبارح احنا اعتقد ما كانش عندنا اي مشاكل في اللعيبه، ما كانش عندنا اي مشاكل في التركيز او في المجهود المبذول، كان عندنا مشاكل في التحكيم. خلينا نتكلم بمنتهى الشفافيه، امبارح كان في كوارث، وبعض الاحيان في بعض الاحيان بيكون يا كريم التحكيم يعني بيؤثر بشكل الى حد ما خفيف في يعني سير المباراه او في النتيجه، لكن امبارح الاخطاء التحكيميه اللي حدثت اثرت في فوز ربما بطوله، ربما تؤثر في فوز بطولة. لأن أعتقد لو ما كانش في أخطاء تحكيمية كريمة كناش جينا النهاردة قلنا صباح النصر اللي حتة، ما كناش قلنا كده ماتش الذهاب، عفوا الإياب أو الشوط الثاني من البطولة بيحمل النتيجة اللي هي 50-50. كنا نقدر نقول بأريحية جدا إحنا 70-30 مثلا، 80-20 whatever. لكن اللي حصل ده ما كانش أبدا بسبب أي تقصير من لعيبة النادي الأهلي. أنا أعتقد اللعيبة كانوا في أكثر يعني تألقهم، شفنا لعيبة من حسين الشحات على سبيل المثال، شفت مصطفى شوبير، شفت بيرستا، وشفت اللعيبة عندك بالعكس بتقدم مستوى وأداء أكثر من رائع، شفت تركيز من بداية المباراة لنهاية المباراة، شفت لعب حلو جدا وتكتيك حلو جدا من مارسيل كولر بيأديه مع اللعيبة، شفت جماهير في ظهر الفريق بشكل غير عادي بشكل غير عادي، ده لازم هنقف عند الجماهير ونتكلم شوية. شفت احترام في التأمين والتنظيم ومفيش أي أعمال شغب، بالعكس كانت كلها مشاهد جميلة تليق بجماهير النادي الأهلي وتليق بالجماهير المصرية، كل حاجة كانت رائعة إلا التحكيم. هنتكلم على كل حال طبعا في كل النقاط، وبالمرة بقى وشفت أخطاء تحكيمية ما أنزل الله بها من سلطان. كواليتي الأخطاء بتفرق، خلي بال حضراتكم، في دايما في أي مباراة في الدنيا في أي بطولة في الدنيا وارد يكون في أي أخطاء تحكيمية، ده أمر يعني عادي جدا، لكن على حسب نوع الأخطاء. في أخطاء كارثية زي ما شفنا امبارح في أكتر من لقطة في أكتر من موقف الحقيقة، وأخطاء تحكيمية كان ممكن تخلي نتيجة المباراة في حتة تانية خالص، وكان ممكن تخلينا رايحين نلعب ماتش العودة بأريحية مختلفة وبطمأنينة مختلفة. على كل الأحوال قدر الله ما شاء فعل، وزي ما نهاوند بتقول احنا شفنا كل الحاجات الحلوة اللي هي يعني فندتها لكل حضراتكم، وإن شاء الله نشوف أحلى منها كمان في لقاء العودة بإذن الرحمن. بالمناسبة حلقتنا النهاردة هيكون فيها في الجزء الثاني طبعا فقرتين حواريتين، الفقرة الأولى هينورنا فيها دكتور أحمد سالم مخطط أحمال نادي شباب أهلي دبي، والفقرة الثانية هتكون مع الأستاذ جمال الزهيري الناقد الرياضي اللي بطبيعة الحال هنفصص معاه ماتش امبارح يعني تفصيلة تفصيلة. لكن بشكل عام نقدر نقول في البداية أن الحمد لله رب العالمين، فاز الأهلي على الوداد بنتيجة 2-1 في ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا. مباراة كان فيها فرص كتير الحقيقة، وكان ممكن تخلص بنتيجة 3 أو 4 أهداف كمان للنادي الأهلي، لكن الوداد الحقيقة برضو نقدر نقول أنه لعب بشكل دفاعي قوي جدا، كان فيه سيطرة واضحة من النادي الأهلي على معظم فترات المباراة، خصوصا في الشوط الأول اللي كان فيه أكتر من فرصة يعني الحقيقة محققة لقتل المباراة تماما، لحد ما نجح بيرسي تاو في الدقيقة 45 في أنه يسجل الهدف الأول برأسية متقنة بعد استغلال جيد لتمريرة رائعة من حسين الشحات، تمريرة عرضية جميلة جدا الحقيقة. طبعا أضاف كهربا الهدف الثاني في الدقيقة 58 قبل أن يقلص لاعب الوداد سيف الدين بهرة الفارق إلى هدف واحد بنتيجة 2-1. عموما المباراة كانت قوية جدا حماسية جدا، زي ما كنت بقول لكم من شوية الأهلي كان فارض أسلوبه على الوداد بالاستحواذ وخلخلة الدفاع المغربي والهجمات المتتالية. عايزين نقول إن السيناريو كان ماشي بشكل يكاد يكون مثالي للنادي الأهلي، وبعد الهدف الثاني لعيبة الوداد يعني فعليا ما كانوش قادرين حتى على الدفاع، وكان في كم اخطاء قدام منطقه جزائهم، لكن للاسف قدروا ان هم يسجلوا هدف ريحهم وتعبنا احنا.
عموما كولر نجح في هذه المباراة بأنه يلعب برتم السرعة اللي لعب بيه من الدقيقة الأولى، وكان هو أساس تفوق النادي الأهلي، وكان طبعا لازم نزود أهدافنا عشان نبقى خلصنا ماتش العودة تماما. لكن هنرجع ونقول قدر الله وما شاء فعل، بننتظر أكيد مباراة قوية جدا في العودة إن شاء الله. النادي الأهلي أكيد مش هيفرط في البطولة، وبإذن الرحمن يرجع لنا بيها من المغرب. كلام جميل. وهنرجع نقول تاني، رغم كل الأحداث المؤسفة التحكيمية، ولكن احنا عندنا برضو مكاسب من هذه المباراة. احنا شفنا تألق لجميع لاعبي الأهلي زي ما كنت بقول لحضراتكم، شفنا تألق لمصطفى شوبير تحديدا اللي كمان خد حقه من التشجيع الكريم، كان دعم كبير طبعا جدا طبعا. انا عجبني جدا فكرة انك بتدعم لاعب عندك وبتديه الثقة، الثقة اللي كانت كمان قبل ما تبدأ المباراة، يعني مش فكرة بس ان هم عملوا له تشجيع بعد المباراة ان هم بيهنوه على الأداء ده قبل كمان ما يبدا المباراه، ده معناه ان هم بيدوه ثقه، احنا واثقين فيك، خش، احنا ما فيش حاجه ناقصانا، ما فيش قلق ان محمد الشناوي مش موجود، لا احنا عندنا محمد الشناوي وعندنا علي لطفي وعندنا مصطفى شبير، والثلاثه اكثر من رائعين، والثلاثه كل الثقه الجماهير مديها لهم. فدي كلها كانت مشاعر حلوه جدا. عندنا زي ما كنت بقول بس بعض الاخطاء التحكيميه او الملاحظات اللي بتخص التحكيم زي ما كنت بتكلم، لان اي حد مختص او حتى مش متخصص يا كريم في التحكيم هيقدر يشوفها. يعني لو انا هتكلم شويه بالتفصيل عن الشوط الاول، فكره هنا احتساب ركله الجزاء من تسديده طبعا علي معلول، وبعد كده حكم الفيديو يقول لك طبعا لما اتدخل واستدعى الحكم لمشاهده الواقع وقال لك لا، يعني الغى ركله الجزاء اللي كلنا كنا شايفينها. عندك كمان تقريبا كانت الدقيقه 78 او 80 انا مش فاكره، كان في هجمه مرتده سريعه جدا للاهلي، لكن لاعب الوداد تحديدا وانا مش ناسيه اسمه بقى، يحيى عطيه، مش نسيها ولا مش نسيها مسك الكره متعمد يا جماعه، شفناها قبل ما توصل لبيرس تاو، احنا شفناها يعني، وكان منفرد بيرس تاو بالمرمى. في ايه؟ كولر قال في المؤتمر الصحفي بالمناسبه ان في اي مكان في العالم الكره دي ما تتحسبش غير طرد للاعب، اخذ كارت اصفر، حد يشرح لنا، حد يقول لنا، حد يفهمنا. لا يعني لا طبعا على الشاشه لا 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 طبعا احداث بص هي قدامك، لا لا يا كريم لا شيء صعب جدا عجيب. فكان المفروض يكون في كارت احمر يعني طبعًا. مش كده ابدا صريح اصلا. على كل حال، لا امبارح احنا نقدر نقول ان المباراه كانت اكبر من الحكم، المباراه كانت اكبر من الحكم، الحكم ليس لديه خبرات كافيه، الحكم كان متردد كثيرا في اتخاذ القرارات، معلش كل ده اثر في الاول وفي الاخر على نتيجه المباراه، ولا قدر الله حاجات زي كده قد تؤثر على نتيجه البطوله. خلينا ناخد على التليفون كابتن ناصر عباس طبعا الخبير التحكيمي، ونعرف منه رايه في قرارات الحكم بالامس. يا كابتن ناصر صباح الهنا على حضرتك، وهنقول مبروك برضو اكيد، صباح الهنا. تحياتي ليك يا مهوان، تحياتي الكريم، وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. زي ما حضرتك قلت نقول مبروك، وان شاء الله باذن الله الامل موجود، والنادي الاهلي قادر ان شاء الله باذن الله ان هو يرجع بيه. صحيح، يعني هي ربما ليست المره الاولى ولن تكون الاخيره اللي بيحصل اخطاء تحكيميه بشكل مباشر وبشكل واضح جدا مع النادي الاهلي يعني، فعادي. لكن خليني برضو اروح مع حضرتك شويه نتكلم، لان انا ذكرت كام نقطه من الاخطاء امبارح اللي كنا كلنا بنشاهدها عندنا علامات استفهام، يعني منها ابسط شيء الكارت الاصفر اللي كان المفروض يكون كارت احمر. خلينا نعرف من حضرتك اكتر. اكيد حضرتك كنت قلتي كلام جميل قوي في كلامك، كنت قلتي الشخصيه التحكيميه مش موجوده، تردد الحكم في بعض القرارات، عدم توفير بيئه امنه للعيب الاهلي. عاوز اقول حاجه مهمه جدا، ان العداله التحكيميه غابت في لقاء الاهلي والوداد. انا بتكلم بامانه، لان النهارده لو اتحققت العداله التحكيميه في هذه المباراه كان على الاقل زي ما حضرتك قلتي واستاذ كريم قال ان النادي الاهلي كان فاز على الاقل باربع اهداف، وانا بتكلم كلام طبقا للحالات اللي موجوده التحكيميه، ولكن وليس كلام يعني. لما نيجي نقول النهارده يعني علامات استفهام كبيره هي 78، كان يجب طرد لاعب الوداد يحيى عطيه الله في حاله بيرستاو. وانا اقول اللعبه دي مهمه جدا جدا، وانت قلتي وكل الناس قالوا فيها، بنتكلم في لاعب رايح انفراد، واذا كان اخر لاعب يحيى عطيه الله هو مدافع اللي لعب الكره دي. سؤال، لو الكره ديت او المخالفه ديت لم ترتكب او اللاعب ده ما لعبهاش بايده، الكره كانت هتروح لمين؟ ده السؤال. كانت رايحه لبيرسي تاو، انفراد صريح. الحاجه الثانيه، لو احنا فتحنا الكابتن هنلاقي في لاعب نادي الاهلي كمان يميل بيرسي تاو تقريبا حمدي فتحي او كهربا ناحيه الشمال متقدم عن بيرسي تاو، عشان البعض لو قال ان بيرسي تاو لما يستلم ويروح
كان ممكن يعمل باص للي جاي سليم ويبعد 5 متر عن بيرسي تاو، كان ممكن ايضا كان ممكن يسجل هدف. هنا السؤال، هنا الفرصه المحققه كانت معاييرها موجوده، يعني هوانت اللي هم الاربع حاجات اللي هي بنتكلم في الاتجاه العام للكره اللي هي راحت ملعب الوداد. لو بنتكلم على تمركز المدافعين، ده كان اخر مدافع، يعني ما كانش فيه مدافع وراه يغطيه في اللعبه ديت. بنتكلم على السيطره لبيرسي تاو، كان هياخد الكره ويروح مواجه كان عنده فرصه ان هو يسجل هدف. نتكلم على المعايير كلها موجوده، ولكن للاسف الفار امبارح ما كانش موجود. ما كانش مساعد ابدا بصراحه فعلا. الغريب ان الفار تدخل في لعبه القرار الخاطئ اللي خده الحكم. ولا طبعا. استغربت الحاله الوحيده اللي دخل فيها. غريبه الفار. غريبه جدا يا كابتن ناصر بصراحه. فين الفار في لعبه حسين الشحات؟ ركله جزاء في الدقيقه 7. طبعا. طبعا. المخالفه موجوده والدفع موجود وكل اركان المخالفه موجود. طبعا. الا قرار الحكم وقرار الفار دي لم تنفع. هنا ركله جزاء صحيحه لم تحتسب، وانا بتكلم يعني تحكيم وليس على نتيجه المباراه. دي نمره واحد. اول حاجه في المباراه كانت في دقيقه 7. ركله جزاء صحيحه لم تحتسب والفار ما كانش موجود، وانا بستغرب هيثم اراد التونسي ومصطفى غربان. يا جماعه يا هيثم اراد، انت لعبت فار في ماتش صن داونز والوداد. واستدعيت الحكم الغاني دانيال لاريا عشان يطرد، وطرد بالفعل لاعبين من صن داونز. يعني هواند المباراه اللي هي كانت الوداد في مباراه الذهاب. هيثم اراد كان على الفار، استرعى الحكم دانيال لاريا طرد لاعبين من صن داونز في هذه المباراه. طب يا كابتن هيثم، وانت كنت على الفار، فين قرارك باستدعاء الحكم في دقيقة حسين الشحات؟ دي نمره واحد. اللي كانت في الدقيقه 7. تعالى اقول لك على حاجه مهمه جدا في الدقيقه 78. طرد مستحق للاعب الوداد في حاله بيرسي تاو. هنا الحكم ادى انذار، والفار ايضا على مدى استفهام كبيره لم يتدخل في الحاله دي. احنا بنتكلم في 78، يعني لو الطرد دوت اللي هو الحكم ما اشهرش بطاقه الحمراء، لو كانت العداله موجوده نتكلم 2-0 في طرد لاعب، النتيجه اكيد كانت هتبقى اكبر من كده. نتكلم في لعبه حسين الشحات ركله جزاء لم تحتسب، كانت النتيجه هتبقى اكبر. اكيد اكيد. تحكيم امبارح للاسف الشديد، حكم ضعيف الشخصيه، متردد جدا، زي ما انت قلت المباراه اكبر من حجم الحكم. وهنا بستغرب، يعني هذه المباراه الكبيره هي بطوله، بطوله كبيره، كان يجب ان يتم تعيين حكم ليه خبره، ليه شخصيه تحكيميه، ملوش علاقه باي شيء غير تحقيق العداله التحكيميه. ولكن للاسف دوت ما شفناهوش امبارح. طيب هل القلق ده او التوقعات دي كانت موجوده قبل يعني المباراه؟ هل حضرتك لما سمعت اسماء الطاقم التحكيمي كان عندك هذه التخوفات انه ربما هيكون هناك اصلا متوقع اخطاء تحكيميه فعلا؟ سؤال مهم جدا يا هوان، وهجاوبك عليه بامانه. نرجع كده بمباراه الاياب لنفس الحكم، وانا هكلمك بامانه. مباراه الاياب في ماتش في مباراه الرجاء الدقيقة 16 ركلة جزاء لمحمود كهربا صحيحة 100%، وبقول لك اهوت على مسؤوليتي، لو عندك الصورة هتلاقيها. هذا الحكم اللي هو كان بيدير لقاء الأهلي والرجاء، كان هناك في الرجاء، ركلة جزاء في الدقيقة 16 لم تحتسب. والغريب جدا جدا إن أيضا الفار لم يتدخل في هذه الحالة اللي هي ركلة جزاء الشد الواضح اللي هو ما فيش فيه فصال، والحكم ما حسبش. هذه الحالة كانت علامات استفهام، الفار ما رجعهاش، ما خدتش يمكن تقريبا 5 6 ثواني، والحكم استأنف بعدها اللعب. طب النوع ده من الاخطاء يا كابتن ناصر، هل في اي طالما في استدامه وطالما الموضوع متكرر وبشكل فج، هل ده ممكن يكون في اي اشاره باي شكل من الاشكال لسوء نيه لتربص؟ شوف كابتن كريم، خلينا ايه عشان بس ما حدش ياخد علينا ويقول الكلام ده، ولكن انا قدامي اخطاء تحكيميه اثرت بشكل كبير في نتيجه المباراه وفي بطوله كامله. طبعا. أنا النهارده الكلام ده الاتحاد الأفريقي المفروض يحاسب الحكم ويحاسب طاقم الفار على ليه عدم التدخل، على ليه عدم تحقيق العدالة. عندنا حالة طرد مباشر في الدقيقة 78، الحكم إدى إنذار، وده قرار خاطئ طبقا للفرصة المحققة اللي موجودة في القانون، مش أنا اللي بقول. طبعا. ده القانون هو بيقول. طبعا. السؤال والمنطق العام للأمور بيقول كده كمان. صحيح. طبعا. بالظبط بالظبط. أنا بقول الوداد كان بيكون في الدقيقة 86، أنا بقول بس حالة، لما فرقة بتلعب 10 من الدقيقة 78، النادي الأهلي كسبان 2-0. السؤال وأي حد هتسأله طبيعي هيقول لك إن الأهلي ممكن كمان يجيب جون ثالث ورابع، لو اتحسبت لعبة حسين الشحات الصحيحة 100% كانت النتيجة بقت أكتر من كده، ولكن ما حدث بالأمس أنا بقول، مش عاوز أقول كلمة قاسية شوية، يعني أفسدت القرارات التحكيمية للمباراة.
ظلمت النادي الاهلي فيه كثير من الاخطاء لم تحقق العداله التحكيميه بالامس، ودي مشكله، ورب يستر على المباراه اللي جايه. يا كريم صحيح هيبان، بس احنا برضو هنرجع نقول تاني، ليست المره الاولى ولن تكون المره الاخيره اللي هيكون فيها للاسف النادي الاهلي بيتعرض لاخطاء تحكيميه فجاه بهذا الشكل. كابتن ناصر عباس الخبير التحكيمي، اتفضل. انا هسال حضرتك بس، انا اخر حاجه بس هقولها فضل. وانا هقول حاجه مهمه جدا، الحكم الاثيوبي بامنا، انا بس رساله للحكم، لان هو هيلعب النهائي. دي المباراة هتبقى مباراة صعبة، أصعب من المباراة دي نهاوند يا كريم، طبعًا نتيجة الضغوط، وأنت عارف الضغوط هناك والجماهير بتاعتك. طبعًا طبعًا. أنت حكم يعني مفترض إنك أنت خلاص في نهاية مسيرتك التحكيمية. أنا بس رسالة لي بقول رسالة مهمة يعني. اتفضل. للحكم مملك، حافظ على تاريخك التحكيمي، واخرج من باب الكبير، واخرج من باب الكبير. الأهلي يريد العدالة وتوفير مناخ آمن للاعبين. صحيح صحيح، هو ده الاكيد اكيد مفروض ان اي نادي يكون بيطلب العداله التحكيميه، فاحنا مش عايزين اكتر من كده، نتمنى ان هي تكون موجوده ان شاء الله كمان في ماتش الاياب، وتكون موجوده وتطبق في العموم على كل الانديه، احنا مش بنتكلم بس على النادي الاهلي. يعني كابتن ناصر عباس نشكرك جدا على هذه المداخله. النقطه يا كريم بس قبل ما نروح لخبر تاني، ان لما بيبقى في اخطاء تحكيميه بهذا الشكل في اي مباراه، لما يطلع مش بس جماهير هذا النادي بيتكلموا عنها، لا جماهير انديه اخرى وانديه منافسه. بالمناسبه حضراتكم لو تابعتوا امبارح اللي اتكتب واللي اتقال في منابر اعلاميه مختلفه، هتلاقوا الناس كتيره جدا بتحلل هذه الاخطاء التحكيميه بنفس الشكل اللي احنا بنتكلم فيه. يعني مش احنا بس كجماهير او كاعلام اهلاوي طالعين نتكلم ان ده غلط وده ما يصحش، وفعلا في كانت شخصيه متردده والفار لم يساعد الحكم و و الى اخره، لا هتلاقي ان كل الناس بتتحدث بهذا الشكل، فهنا بياكد لك ان في مشكله، في مشكله. وتاني هرجع اقول مش المشكله المره الاولى تحصل مثلا تفاجئنا، لا ده حصل قبل كده كتير جدا، لكن نتمنى ان مثل هذه الاخطاء لا تكرر، لان ده مش بس حاجه بتزعل وخلاص، دي حاجه ممكن تضيع منك بطوله، فحرام حرام للعيبه للجهاز الفني للجماهير اللي بالملايين الموجوده، حرام يروح يعني مجهود فريق بهذا الشكل وتاريخ بهذا الشكل لاخطاء تحكيميه لا نعلم بقى زي ما انت بتقول سواء متعمده او غيره، لا نعلم، خلينا ما نقولش انها متعمده لكن لا نعلم سببها حقيقي. بس خلينا نقول ان في جمله ذهبيه قالها كابتن ناصر عباس الخبير التحكيمي في مجمل كلامه، والجمله دي اراهنك على عمري ان انت سمعتيها عشرات المرات في اخر كام سنه في مواضع مختلفه وفي مواقف مختلفه، سواء فيما يتعلق باخطاء تحكيميه ضيعت عليكي بطولات، اللي هي جمله ايه عشان ما اطولش عليكي، اللي هو جمله الاهلي لا يريد سوى العداله. طب احنا ليه بنتحط في الوضع ده كتير؟ ليه واحنا ما بنعملش غير اللي علينا، بنلعب بالمسؤوليه الملقاه على عاتق اي بني ادم لابس تيشيرت النادي الاهلي وماشيه زي القطر في طريقك، ما حدش عارف يحصلك ماشي، يكسرك ليه؟ فاهم قصدي؟ ليه؟ في حاجات تجن والله. الاهلي لا يريد سوى العداله اتكررت كتير بتنوعات مختلفه بمفردات مختلفه في مواقف مختلفه، احنا مش عايزين اكتر من ان يكون بلاش العدل حاضر، المنطق يكون حاضر. ما هي يا كريم قضية برضو في حاجة، القضية في قصة إن الأخطاء التحكيمية عالميا تجوز ولكن بنسبة معينة لا تتعدى 10% ده وفقا للمعلومات طبعًا اللي احنا نعلمها يعني، ولكن الفارق ما بين هنا وما بين مثلا أوروبا أو غيره إن هناك بيكون محاسبة، يعني لما بتبقى في أخطاء تحكيمية بهذا الشكل وبتبقى يعني بالعين المجردة حتى بتتشاف ما فيهاش خلاف، يعني ما فيهاش خلاف طبعًا، فدي بيبقى فيها محاسبة، وفي نفس الوقت المحاسبه دي بيكون فيها جزاء، وفي نفس الوقت على الصعيد الثاني الحكم ده نفسه سمعته بتهتز، الثقه عنده بتهتز، فما فيش ممكن ان هو يقررها مره ثانيه، لكن لو انت ما فيش محاسبه ما فيش اي اجراءات طبعا، ما فيش جزاءات ما فيش ردع، عادي خلاص هتحصل مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، ومش مع النادي الاهلي بس بالمناسبه، احنا بنتكلم في العموم، احنا نرفض الاخطاء التحكيميه لينا وعلينا بالمناسبه، لا عايزين حد يجاملنا ولا عايزين حد يجامل حد على حسابنا، احنا عايزين عداله تحكيميه فقط. مش احنا بس اللي اندهشنا من الاخطاء التحكيميه، ولا اللي احنا بس اللي وقفنا عند الكام تفصيله اللي احنا اتكلمنا فيهم مع كابتن ناصر عباس، يمكن كمان بطبيعه الحال وده منطقي جدا مستر مارسيل كولر نفسه عبر عن اندهاشه تلاقي شاف حاجات يا كريم ما شافهاش، والله الراجل عايز يضرب كف على كف ما شافهاش قبل كده. حتى تقدري تستنتجي ده من ايه؟ من كواليتي تعليقه، قال لك الكلام ده لو كان حصل في اي مكان اخر في العالم اللاعب ده لازم يطرد.
فعموما هو قال تصريحات كتير في هذا الاطار. تعال ناخد فكره كده يعني ولو بسيطه عن جانب من تصريحاته من خلال التقرير ده ونرجع نكمل. اتفضل. احنا سعداء جدا ان احنا الحمد لله كسبنا النهارده، لكن انا في قمه الغضب من قرارات التحكيم النهارده. انا اتفرجت على كل اللقطات بعد المباراه دلوقتي. اول حاجه طبعا ضرب الجزاء واضحه وضوح الشمس، اللاعب دم داس على اللاعب على رجل اللاعب بتاعنا في جوه ال 18، ده كمان بيسال ما بيقولوش حاجه. الموضوع بقى صعب جدا وانا مش عارف ازاي الواحد ما يشوفش كره زي دي وكمان بيسال الفار، يعني الاثنين ما يشوفوهاش. بالنسبة لي كمان الكرة الثانية بصراحة حاجة يعني تخرج الواحد عن شعوره. كرة بتتلعب هجمة مرتدة، اللاعب الوداد بيجيب الكرة بإيده، رايحين باثنين من نص الملعب، رايحين جون، أكيد الكرة كارت أحمر في أي قانون في الكرة في أي كوكب في أي قارة بتتحسب كارت أحمر. الغريب بقى إن هو بيدي على طول كارت أصفر. الغريب إن الناس اللي واقفة على الخط ما بتقولوش حاجة من الحكام اللاينز مان، ولا الفار بيقول حاجة. أنا مش فاهم بصراحة إزاي القرارات بالشكل ده، يعني إزاي الفار كمان يعني مش عارف إزاي ما راجعوش. أنا آسف جدا بس اللي بيحصل ده غريب جدا. أول حاجة احنا بنتكلم على نهائي دور الأبطال. نهائي دور الأبطال معناها ان احنا من لاعب أهم فرقتين أو أكبر فرقتين أو أفضل فرقتين في القارة وصلوا النهائي. مش معناها ان احنا نعمل كده هنكسب البطولة أو نكسب الماتش والماتشات هتبقى سهلة. بنلعب منافس قوي، فريق الوداد فريق كويس جدا، بيلعب كرة كويسة، تقدم ماتش النهاردة كويس وعنده فريق قوي. احنا ما بنلعبش نفسنا، فمتوقع ان احنا يبقى فيه ندية. طبعا النتيجة كانت هتتغير تماما بسبب قرارات الحكم، وانا غضبان جدا بسبب قرارات الحكم النهارده اللي غيرت مسار المباراه. ضرب الجزاء وكارت احمر دي حاجه تقلب المباراه تماما، لكن في النهايه احنا كسبنا. لازم الناس تبقى عارفه ان احنا كسبنا، احنا ما خسرناش على فكره. وانا عندي يقين ان احنا ان شاء الله بفرقتنا دي نقدر ان احنا نروح نجيب جون في المغرب ان شاء الله. فاحنا كسبنا وفرحانين بالمكسب الحمد لله. انا ما اعتقدش ان كل ده كان بسبب تاخير التغييرات. الموضوع كان بسبب ان احنا بدانا ان احنا كله بقى بيجري لقدام وما حدش بقى بيجري ورا. لا، الجري لقدام كان كويس وباين ان في يقظه لان كله كان قاعد يجري بس بيجروا لقدام، ما حدش بيقفل في منطقه نص الملعب، ما فيش اللعب بتاعنا الكومباكت، الخطوط المتقاربه، تقفيل نص الملعب ما كانش موجود. طمع في النتيجه، رغبه في ان يزودوا. مش دي الكوره بتاعتنا ومش دي التعليمات اللي احنا قلناها، ان احنا بنمسك الكوره في نص الملعب، ان احنا ازاي ان احنا طالما كسبانين 2-0 ازاي ان احنا نتحكم في رتم المباراه. بدا يحصل القرارات متسرعه وجري لقدام اكتر، لكن اخطاء مننا احنا بالذات في كره الهدف، لكن مش بسبب تاخير التغيير. لسه برتب، بعمل عمليه ترتيب افكاري. بعد ما هخلص من هنا هروح اتعشى واهدى كده، وبعدين اقعد اتفرج على الماتش تاني واحلله مره تانيه، وابدا اعمل برنامج الاستعداد للماتش الجاي. كل الايام اللي جايه هتبقى استعداد ليه ان شاء الله، لكن لسه ما اكيد هنستعد كويس، بس لسه ما حطيتش افكاري وخطتي للترتيب للاستعداد. طيب بالتاكيد طبعا مش مبسوطين خالص من ان احنا عرفنا ان هو فعلا اخر ماتش ليه. ده معناه ان هو ما عليهوش اي مسؤوليات، هيعمل ماتش وخلاص. فطبعا شيء مزعج جدا، مقلق جدا، اختيار غريب جدا. لكن في النهايه بنتمنى ان هو يكون عادل، وان يعني ما يكونش زي ما احنا متوقعين، وان هو فعلا فاجئنا بتحكيم عادل هناك. احنا عرفنا ان هو فعلا اخر ماتش ليه. ده معناه هو اول حاجه هو مش من حق المدرب المنافس ان هو يتكلم على ادائنا ولا يتكلم على شغفنا ولا يتكلم على طريقتنا. بالتاكيد طبعا مش مبسوطين خالص من ان احنا عرفنا ان انا مش هعمل اخر ماتش ليه. ده معناه ان هو ما عليهوش اي مسؤوليات، هيعمل ماتش وخلاص. فطبعا شيء طيب يعني كنت عايز تقولي حاجه؟ انا حسيتك انا عايز اقول حاجه. قولي. طيب والله انا بس نفسي ان احنا دايما بنقول او بنتطلع دايما للعالميه. دايما بنقول احنا نفسنا نكون عندنا حكام بيروحوا بيحكموا مباريات اوروبيه وعالميه وغيره، ما عشان ده يحقق. وعامه انا بتكلم على المنطقه بتاعتنا مش بس داخل مصر، علشان ده يتم تحقيقه المنطقه العربيه عامه. ليه كده؟ بيقابليني بكواليتي الاخطاء اللي احنا شفناها في ماتش زي ماتش امبارح. ما هو ده القصه، مش قصه تحكيم مصري فقط او لا، ده واضح ان في مشكله في المنطقه العربيه. فعشان كده انا بتكلم بهذا المنطق. احنا كلنا يعني انت هتروح المغرب هتسمع ده، هتروح السعوديه هتسمع ده، هتروح فين هتسمع ده، عندنا هتسمع ده. نفسنا يبقى عندنا، طبعا هو موجود لكن بالكم اللي احنا شايفينه ده عدد قليل جدا. طب ليه ده مش بيتم الاستعانه بطاقم تحكيمي عربي على سبيل المثال؟ انا
مش هذكر دولة بعينها، لأن في مشاكل كتيرة عندها، في مشاكل في هذا الشق كبيرة. فأنا عشان أتطلع للعالمية لازم أكون متساوي في المستوى مع المستوى اللي أنا عايز أتطلع ليه أو عايز أكون يعني جزء منه. مستحيل مستحيل ده مش هيحصل غير لما يبقى في تطوير في هذه المنظومة. لو أنا هتكلم عندنا في الداخل تحديدا، عندنا برضو أخطاء تحكيمية كتيرة، ولما رحنا واستعنا بكلايتنبرج والتجربة فشلت، معنية نجحت في دول تانية كتيرة جدا، بس عندنا فشلت، مش مشكلة بقى ليه، بس جبنا استعنا برجل أجنبي آخر وهكذا. نتمنى أن يكون في تطوير. بص التطوير معناه أن أنت بتبتدي تحل، أشوف تطوير على الأرض في الشق اللي أنا عندي فيه مشكلة، ده في حد ذاته يطمني. لكن أعتقد أن احنا محلك سر نفس المستوى أو أقل، هي دي الكارثة يا كريم. فيعني دي حاجه بس كنت حابه اقولها، ان اي حد ناجح دايما بيتطلع للعالميه، بس عشان تتطلع للعالميه بمستوى زي ده يبقى زي ما انت بتقول هيكون حلو. اكيد يبقى كونكلوجن يا ابليلي زي ما قلت لك فعلا. طيب على كل الاحوال يعني الحقيقه برضو، وبعيدا بقى عن ماتش امبارح، انا عايز اكلم حضراتكم بشكل عام، وبعيدا عن الاخطاء التحكيميه اللي يعني تستحق ان احنا نفرد لها الحلقه بالكامل الحقيقه، لكن في الفتره الاخيره كل الناس كل الجماهير كانت بتشيد الحقيقه بالأداء المحترف اللي عامله مارسيل كولر مع اللعيبة. على صعيد آخر وفي سياق متصل الحقيقة، كمان كلمة حق لازم تتقال، ميشيل يانكن هو الآخر عامل شغل ممتاز مع حراس المرمى، بدليل ان احنا في الفترة الأخيرة ما بقيناش نحس بغياب اي حد من الثلاثة، يعني سواء شناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، اللي موجود فيهم بيعمل اللي عليه وزيادة. فطبعا كل التحية لميشيل يانكن. بالمناسبة برضه هو كان ليه بعض التصريحات عايزين ناخد فكرة عنها من خلال التقرير ده، اتفضل. ما هو رأيك في المباراة والنتيجة؟ أود الإشارة إلى أننا فزنا، ولكن للأسف تلقينا هدف قبل النهاية، وأنا فخور جدا بأداء مصطفى شوبير في النهائي. ليس من السهل أن تؤدي مباراة كهذه في النهائي، ونعلم أن مصطفى يلعب خلف علي لطفي وخلف الشناوي. الأمر ليس سهلا، ومصطفى لعب بدون ضغوط عليه وكأنه لاعب يجيد هذه الأنواع من المباريات. مصطفى كان يؤدي بشكل جيد جدا في التدريبات، ولهذا ظهر بهذا المستوى. لسوء الحظ كان الشناوي مصابا، ولكن مصطفى شوبير أدى ما عليه. ما هو رأيك في المباراة القادمة في المغرب؟ لدينا فرصة كبيرة للفوز باللقب، ولدينا حراس مرمى كبار. ليس مهم من سيقف في المرمى، ولكن المهم أنهم جميعا سيكونون مساعدين لتحقيق الفوز والبطولة. ماذا تقول لشوبير بعد المباراة اليوم؟ سأتحدث مع مصطفى غدا، سأخبره أنني فخور به، ولكن عليه العمل بشكل كبير، عليه العمل على نفسه أيضا، وعليه مساعدة فريقه. هو أدى أداء جيدا، ولكن يجب عليه مواصلة العمل. بصراحة هرجع أقول تاني، محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، الثلاثة أفضل من بعض أكيد تقريبا، يعني اللي هيكون موجود في ماتش الإياب أعتقد يا كريم بنسبة كبيرة هيكون محمد الشناوي، ولكن إن كان علي لطفي إن كان مصطفى شوبير فإحنا واثقين إن الثلاثة هيقدموا أفضل ما لديهم. ما فيش حد عندنا قلق من إن هو يكون متواجد عن التاني أبدا، فبالتوفيق ليهم. وبالمناسبة برضو علي لطفي من حراس المرمى الواعدين جدا والمحترمين جدا والتقال جدا، نتمنى هو كمان يكون له الفرصة في المشاركة في الماتشات القادمة. خلينا نطمننا مع حضراتكم على درجات الحرارة النهاردة في محافظات مصر المختلفة. خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل الكلام. عودة لعرش الصحف الأهلي، أهلا بكل حضراتكم مرة ثانية. خلونا نتعرف على آخر الأخبار والمستجدات في النادي الأهلي وفرق المختلفة من خلال زميلتنا العزيزة المتواجدة حاليا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة، هنا أبو القاسم. صباح الفل عليك يا هنا، تفضلي.
يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما هنقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة. خلونا في البداية نبدأ بالفريق الأول لكرة القدم، والفريق هيواصل تدريباته النهاردة بدون راحة سلبية. تجمع الفريق هيكون الساعة 4 والمران هيبدأ الساعة 5، ويبدأوا بقى الاستعداد لمباراة العودة في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي. طبعا بما أننا بقى اتكلمنا على المباراة، خليني أقول لكم أنه حديث الساعة طبعا داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة هو مباراة أمس، واللي انتهت بنتيجة 2-1 لصالح النادي الأهلي. خليني أقول لكم أنه في حالة من التفاؤل والثقة كبيرة جدا عند الأعضاء، كله طبعا واثق في رجال النادي الأهلي. أكيد هم مقدرين أن المباراة هتكون مش سهلة، أكيد هتكون مباراة صعبة، لكن هم كمان عندهم ثقة كبيرة جدا في رجال النادي الأهلي أن هم كالعادة بقى إن شاء الله هيكونوا على قدر كبير من المسؤولية، ويقدروا يحققوا نتيجة إيجابية إن شاء الله ويفرحوا كل جماهير النادي الأهلي. كمان بقى الحقيقة حابة أقول لكم أنه كان في لفتة طيبة جدا في المباراة امبارح، وهو كان تواجد الحقيقة لاعبين النادي الأهلي من كل الفرق الرياضية المختلفة. يعني مش عايزة بقى أذكر أسماء عشان ما انساش اسم حد، لكن الحقيقة كان معظم اللاعبين متواجدين سواء من فرق كرة اليد، فرق كرة السلة، أو فرق كرة الطايرة. وطبعا دي مش حاجة غريبة على ولاد النادي الأهلي، بيدعموا الفريق طبعا في كل المباريات المهمة والصعبة. نتمنى طبعا كل التوفيق لرجال كرة القدم. تاني بأكد ان احنا عندنا ثقة كبيرة جدا فيهم، طبعا ان شاء الله يقدروا يحسموا لقاء العودة لصالحهم ويتوجوا بدوري أبطال إفريقيا. يعني دي أخبار الفريق الأول لكرة القدم. خلونا بقى دلوقتي ننتقل للألعاب الأخرى، والبداية من لعبة تنس الطاولة. وبطلات تنس الطاولة بيتوجوا ببطولة الدوري، يعني هم حسموا امبارح البطولة بعد فوزهم على فريق جزيرة الورد بنتيجة 3-0. النهاردة هيكون متبقي ليهم المباراة الأخيرة أمام فريق باتروجيت، لكن خلاص يعني هي مباراة تحصيل حاصل، لأن هم بالفعل حسموا البطولة لصالحهم امبارح. فطبعا ببارك لهم، والحقيقة بتمنى لهم مزيد من التألق. يعني طبعا سيدات تنس الطاولة بالنادي الأهلي الحقيقة ماشيين دايما بخطة ثابتة، وبيشرفونا سواء في المحافل اللي بتكون موجودة في مصر، أو البطولات اللي بتكون موجودة في مصر، أو في المحافل العالمية والدولية. فطبعا ببارك لهم. خلونا بقى دلوقتي ننتقل للعبة كرة الطايرة، والأخبار اللي معانا النهاردة متعلقة بمنتخبنا الوطني لكرة الطايرة رجال، واللي بيستعد بشكل قوي جدا طبعا لخوض بطولات قادمة هتكون مهمة، بقيادة بقى طبعا المدرب الإيطالي فلافيو جوالينيلي. طبعا بيستعدوا بشكل قوي جدا، عندهم مباريات، عندهم بطولات مهمة الفترة القادمة. عندهم بطولة الألعاب العربية واللي هتكون في الجزائر في شهر 7، هيكون عندهم برضو بطولة إفريقيا هتكون في شهر 8، وبقى البطولة اللي بتؤهل للأولمبيكس هتكون في اليابان هتكون في شهر 9. يعني زي ما قلت هيكون عندهم جدول حافل من المباريات والبطولات المهمة، فبيستعدوا بشكل قوي جدا. خليني أكلمكم أكتر عن استعداداتهم. يعني كانوا في معسكر مفتوح الأسبوع الماضي، كان على المركز الأولمبي بالمعادي، ودخلوا بقى في معسكر مغلق الأسبوع ده، بدأوا من يوم السبت حتى يوم الخميس القادم. معسكر مغلق وطبعا بيضم عدد كبير من لاعبين النادي الأهلي، وخليني طبعا أقول لحضراتكم عليهم. بيضم المعسكر اللاعب أحمد صلاح، عبد الرحمن الحسيني، حسام يوسف، أحمد سعيد، محمد عادل، عبد الرحمن سعودي، محمد رمضان، محمد عصران، يوسف مرجان، ومحمد محسن. طبعا دي القائمة المبدئية، أكيد مش القائمة النهائية، لكن كالعادة طبعا بتضم عدد كبير جدا من لاعبين النادي الأهلي. بتمنى لهم كل التوفيق، وطبعا بنتمنى لمنتخبنا الوطني كل التوفيق. ده فيما يخص أخبار الفرق الرياضية المختلفة. كمان بقى خلوني زي ما عودنا مشاهدين 10 الصبح في الأهلي هنقول لكم الأجواء داخل النادي. حيال الأعضاء كالعادة متواجدين في النادي منذ الصباح الباكر، درجة الحرارة دلوقتي 26. وخليني بقول لكم أنه الحقيقة في تحسن كبير جدا في درجات الحرارة الأسبوع ده. الأعضاء زي ما قلت متواجدين في النادي، بيمارسوا كمان الرياضة كالعادة، رياضة المشي في تراك النادي. كل الأعضاء تقدروا تيجوا بقى وتستمتعوا باليوم في مقر النادي الأهلي بالجزيرة. يعني دي كانت أبرز أخبارنا النهاردة. طبعا معاكم لو عندكم أي استفسارات، والآن العودة ليكم مرة أخرى في الاستوديو. مفيش أي استفسارات، في كل الشكر ليكي زميلتنا العزيزة هنا أبو القاسم على التغطية المتميزة دي. شكرا جزيلا. شكرا ليك يا هنا. وخلينا بقى يا كريم نروح للخبر اللي كنا من
فترات او على فترات كنا عمالين نتكلم ونقول هو ده هيتحقق ولا لا، هو احنا هنشهد هذا اليوم ولا لا. ناس كتير وصحف كمان عالميه كانت بتتحدث هو اليوم ده هيبقى شكله عامل ازاي لما يجي. امبارح شفنا خلاص على ارض الواقع وداع جمهور ميلان في مباراه الجوله الاخيره بالدوري الايطالي للنجم الكبير ابراهيموفيتش. طبعا جه اليوم، فاكر لما انت كنت عمال تقول هو فعلا هيعتزل في يوم من الايام؟ طبعا هو من اللعيبه الكبيره والتقيله والمحترفه والعنيده جدا واللي عندها ايجو كبير جدا، بس رغم كل ده الناس بتحبه جدا. وهو يعني كان من اللعيبه اللي مش متوقع ابدا ولا تقدر تخمن هو هيعتزل في سن كام. يعني ابراهيموفيتش دلوقتي 42 سنه. مين كمان؟ 42 سنه. فالقرار جه منه، وبالمناسبه هو كان كتب كده الوقت قد حان لاقول وداعا، هو اعلن اعتزاله. وطبعا ده كان بتاثير كبير جدا، كان فيه هتاف جماهيري عظيم من ميلان في المدرجات، كان موجود مع مراته، كان موجود معاهم ابنهم. والموقف بتاعه برضو الناس بتقول لك طب ماذا بعد؟ لان خلي بالك من حاجه كريم، ابراهيموفيتش كان من اللعيبه اللي حتى كان بيدلي بتصريحات بهذا الشكل، يقول لك انا خايف اعتزل لاني لا اعلم الخطوه التاليه او القادمه بعد الاعتزال. يعني هو كان دايما باصص لقدام، قال لك انا بعد ما اعتزل هروح فين، هعمل ايه، حياتي هتبقى شكلها ايه. فهو كان خايف او قلقان دايما من هذه النقطه. وده بقى اللي انا هتكلم فيه في اللي جاي، لان وفقا للتقارير الصحفيه اللي انتشرت في اخر 48 ساعه قال ايه، قال لك في اتجاهين. خلاص الاتجاه الاول عرض من مسؤولي ميلان ان ابراهيموفيتش يعتزل ويمسك منصب داخل النادي، سواء بيتكلموا في الاداره الفنيه او في التدريب مع فريق الشباب او العمل مع مالديني طبعا في الاداره الرياضيه. ده اتجاه اول. طيب الاتجاه الثاني ايه هو؟ هو عرض نادي مونزا اللي بيشارك في الدوري الايطالي للموسم التالي على التوالي، اللي بيضم طبعا ابراهيموفيتش لمده موسم، وده بطلب من مالك النادي بيرلسكوني، وده طبعا الرئيس التاريخي زي ما حضراتكم عارفين للميلان لمده 30 سنه، وهو اللي كان يعني اتعاقد مع ابراهيموفيتش سنه 2010 يا كريم، وكان سبب في فوز الميلان بالدوري وقت ما كان بيرلسكوني رئيس وزراء ايطاليا. فهنا بقى هنقول انا عرضت لحضراتكم التو اوبشنز، يا يروح مع فريق مونزا ويكمل موسم، يا يروح مع ميلان ويمسك يعني منصب اداري او في يعني التدريب. فايه اللي هيحصل قدام لسه ما نعرفش، ايه اللي هيحصل قدام اكيد لسه ما نعرفش، لكن اكيد الملايين منتظرين القرار اللي هيتاخذه ابراهيموفيتش، علشان اسم كبير زي ما كنت بقول لحضراتكم، هيكمل في الكوره موسم كمان ولا هنشوفه بقميص مونزا يعني في تحدي تاني هنا، عفوا ونشوفه بقميص مونزا في تحدي تاني الموسم ال 24. فهيتم حسم هذا الموضوع يا كريم اكيد في الفتره اللي جايه. ولا نشوفه كمدير فني؟ بصي يعني اكيد هو مدير فني او يعني في الاداره او هيكمل سيزون مع مونزا. طالما خد الخطوه بتاعه الاعتزال اكيد هو مفكر فيها 100 مره، واكيد عارف كويس خطوته الثانيه هتكون ايه، حتى لو ده غير معلن حتى هذه اللحظه. لكن الحاجه بالزبط الاكيده ان احنا بنتكلم عن لاعب استثنائي بكل ما تحمله الكلمه من معنى، كاداء وككاريزما وكخصوصيه شديده جدا وكنوع تعليقات وتصرفات واعتزاز بالنفس فظيع. هو فظيع، لعيب جدا الحقيقه، وشخصيه كاريزماتيه الى اقصى الدرجات. طبعا طول عمره موصوم بحته الغرور، ولكن ده جزء لا يتجزا من تركيبته الشخصيه، وعلى فكره ده جزء كبير من جماهيريته اللي هو يعني حصل عليها على مستوى العالم كله. اكيد بنتمنى له التوفيق. تعالوا بقى يعني كمان نروح لموضوع تاني مهم جدا، ومن الاسماء عفوا اللي كانت بتتردد بكثره في الاونه الاخيره، فكره برضو هيروح فين، هيحصل معاه ايه. اليومين اللي فاتوا تم اعلان رحيل كريم بنزيما عن ريال مدريد بشكل رسمي، لكن طبعا حتى الان لم يتم الاعلان عن وجهته القادمه. واحنا زي ما حضراتكم عارفين ومتعودين معانا ما مش بنقول لكم غير كل ما هو رسمي، ولو في حاجه مش رسميه قوي برضو الامر ما يخلاش نعرفها لحضراتكم، زي برضو ما جاء في بعض التقارير الاعلاميه الاجنبيه اللي اكدت انه رايح على الدوري السعودي، والبعض حدد وقال تحديدا اتحاد جده. امبارح طبعا كانت ليله وداع بنزيما، مباراه ريال مدريد واتلتيكو بالباو اللي انتهت بالتعادل الايجابي 1-1 ضمن منافسات الجوله ال 38 والاخيره من منافسات الدوري الاسباني في الموسم الجاري. سجل بنزيما هدف التعادل من ركله جزاء في الدقيقه 72، وطبعا احتفل المهاجم الفرنسي للمره الاخيره
بقميص الملكي. بالمناسبة ريال مدريد فاز الموسم الجاري بلقب وحيد وهو بطولة كأس ملك إسبانيا، ده طبعا بعد ما خسر لقب كأس السوبر الأسباني أمام برشلونة وخسر الدوري الأسباني وودع منافسات دوري أبطال أوروبا من الدور نصف النهائي أمام مانشستر سيتي. بص يعني الموضوع بقى غريب، الدنيا هتحلو. لسه كنا بنتكلم امبارح وكتير اتكلموا عن فكره هل فعلا الدوري السعودي هيصبح هو الدوري القادم الاقوى مثلا. في يوم من الايام ممكن نشهد ان في الدوري السعودي كل تقريبا النجوم العالميين لكره القدم متواجدين في هذا الدوري، هل ده هيحصل؟ طبعا احنا بنتكلم هنا عن يعني اتحاد جده اللي فيه طبعا بالمناسبه احمد حجازي وطارق حامد، ولكن في نفس الوقت انت بتتكلم عن كريم بنزيما، وبرده انت بتتكلم عن يعني اتحاد جده اللي هو المتصدر الدوري السعودي حاليا. فهل ده فعلا بيحصل؟ هل نيمار فعلا زي ما بيتقال؟ هل محمد صلاح زي ما بيتقال؟ هل ميسي زي ما بيتقال؟ كل دي مفاجآت، يعني خلينا ننتظر ونشوف. بس يعني على كل حال بمناسبة هنا الحديث عن رحيل كريم بنزيما، خلينا نشوف فيديو جراف برضو عن مسيرته الكبيرة والناجحة مع ريال مدريد، وبعد كده نطلع فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم. مرحب بحضراتكم أكيد مرة تانية، وتكلمنا كتير جدا عن هذا الملف وملف في غاية الأهمية. فكرة هنا الحفاظ على لياقة اللاعبين، إزاي إن إحنا نتجنب الإصابات في فترات ضغط المباريات اللي النادي الأهلي يعني اللايف ستايل بتاعه كده للأسف الشديد، إن إحنا عندنا ضغط مباريات لا ينتهي موسم ورا موسم ورا موسم. طيب ملف مهم جدا، إزاي ممكن إن إحنا كمان مش على صعيد كرة القدم فقط، على صعيد الرياضات المختلفة والألعاب المختلفة. خلينا على كل حال نرحب بدكتور أحمد سالم، مخطط أحمال شباب أهلي دبي، وهو جاي في اجازه، فاحنا قلنا ايه نستغل برده وجوده معانا. صباح الخير يا دكتور. بونجور. صباح الخير وسعيد بيكم طبعا يعني بالاستديوهات اللي الواحد يعني كده بيحس انه متالق فيها حتى في الاجازه. ده من ذوق حضرتك وكرم اخلاقك، احنا اللي سعداء وشرف ليا وجودك معانا والحمد لله على السلامه، منور مصر. ربنا يخليك. وتعالى يعني نستهل كلامنا مع حضرتك بتجربتك مع اهلي دبي. والله هي دبي اصلا يعني بلد من البلاد الجميله طبعا تحب تقعد فيها طبعًا. يعني نادي شباب الاهلي من الانديه الكبيره الحمد لله الموسم ده، يعني عاملين حاجه كويسه في دوري ادنى محترفين، وعاملين على مستوى اكاديميه الكوره تقريبا 9 بطولات في الكوره، يعني 18 17 كاس ودوري، كاس ودوري، كاس في 16، كاس في سيطره يعني. يعني الحمد لله، يعني حتى الشيخ محمد بن راشد هو بيستقبل الفريق وكده، وكان له رقصه جميله كده مشهوره مع حسين الجسمي، فرح لان دبي طبعا في الكوره دايما تحس انها بتنافس ابو ظبي في العين، في الوحده، في الجزيره. فدبي السنه دي يعني عامله كنترول على الامارات كلها في على مستوى كره القدم يعني. حلو. غير بقالك قد ايه معاهم؟ انا من جابوني من شهر 11، ثلاث ارباع الموسم كده. يعني كان عندهم الحته دي، كان تقريبا في حد اجنبي ومشي او حاجه، فكلموني. كنت انا طبعا زي ما حضرتك عارف اخر مره كنت هنا كنت في الاهلي ولا في انبي؟ بتهيألي في انبي. الموسم اللي هو اللي فات ده كنت في انبي، وكلموا الاستاذ ايمن الشريع رئيس النادي، والحمد لله يعني رحت. وانا فاكره ان انا قلت لك لما نيجي دبي هنكلمك. لا وجيت وما اتكلمتيش. لا بس احنا بنفتخر بجد باي يعني كادر مصري لما بيتالق في الخارج. انا لسه كنت بتكلم مع دكتور احمد ان الامارات فيها انديه كتيره من الانديه الكبيره، الوحده والعين طبعا. وشباب الاهلي والجزيره يعني انديه كبيره، وفيها بالمناسبه كتير كوادر مصريه بتعمل هناك. ده حقيقي. والكوادر المصريه حتى كمان في الـ في الـ في الـ لما تبص على مستوى الاكاديميه تلاقي المشرف الفني كابتن وائل السيسي ده مصري برضه، وعامل انجاز كبير قوي في الاكاديميه تحت. كابتن بدر كمان، كابتن بدر جه الاهلي. كان هناك في الجزيره. وجه الاهلي بعد قعد تقريبا مع الجزيره 15 سنه حاجه زي كده. كابتن بدر في الحته دي يعني اكاديميه الكوره السن الصغير بالذات بعرف اتعامل معاهم يعني. جميل. طيب احنا الملف اللي عايزين نتكلم مع حضرتك عنه ملف زي ما الهواندي كانت بتقول من شويه في منتهى الاهميه، وادركنا اهميته كجماهير للنادي الاهلي بصفه خاصه اخر كام سنه بشكل استثنائي. ليه؟ لان احنا شفنا النادي الاهلي بيلعب مثلا في الاسبوع الواحد اكتر من ماتشين، يعني في فترات معينه كنا دايما بنتكلم حتى وبنشتكي من تلاحم المباريات ومن توالي البطولات اللي بيشارك فيها النادي الاهلي الى اخره. هنا بقى بتبرز اهميه الاحمال وفكره اللياقه البدنيه عند اللعيبه. فالحكايه بتمشي ازاي؟ الاعتماد بيكون بالكامل على الاحمال
ومحاولة الارتقاء بمستوى اللياقة البدنية عند اللعيبة، ولا بيساند ده كمان الروتيشن اللي المدير الفني لازم يعمله في حال إجهاد الفريق؟ شوف نهاوندا قالت كلمة حلوة قوي بتاعت القدر الأهلي إن هو يبقى دايما في الحتة بتاعت بيبقى أندر أتاك دايما تحت الهجوم. حتى امبارح على مستوى الأهلي الفريق تلاقي إن الفريق كله مش قالب بدني واحد، مضغوط وشغال في الموسم، وانت دايما بتحس ان انت الكره يا استاذ كريم دلوقتي في العالم كله مركبات، يعني مركب بدني فني خططي. فانت النهارده عشان تبقى فنيا كويس وتقدر تنفذ المدير الفني بيقول لك عليه لازم تبقى جاهز بدنيا، والجاهزيه البدنيه استتبعها اعداد بدني. في فتره من فترات المواسم ما بتقدرش تعمل اعداد بدني، يخش عليك الموسم وانت خلاص بقيت في منافسه واثنين وثلاثه، انت مش قادر تدي اللعيب صفه بدنيه، يا دوب بتحافظ على مرتبه اكتسابه من مقدرات بدنيه وتوجهها لخدمه الفني. وهنا زي ما بيقولوا كده بالبلد الحرفنه، ان انت تخلي البدني يخدم الفني في اطار ضيق من غير ما تجهزه. دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي نفسي تبقى موجوده بقى في مصر، ويعني هي تقريبا مش موجوده، ان انا يبقى في سكاوتنج بدني زي ما في الاناليسيس ده فني، لازم يبقى التحليل بدني. يعني الراجل ده عمل كام شورت سبرنت، كام لونج سبرنت. الشورت سبرنت ده ليه؟ انا بعمل سرعه قصيره عشان اخلق مساحه او عشان اخد مساحه راجل يديني كوره زي كهربا مثلا. شوف بقى لما نيجي نعمل سكاوتنج، لو الكلام ده كان خدم كولر امبارح من الشوطين، لو عمل سكاوتنج على اداء كهربا في حته انه باخد ويعمل فينش مش زي بيرستاو مثلا، مش زي حسين الشحات، يبقى كان الراجل بتاع التحليل الوظيفي البدني فني مش الفني بس، كان قال له ان كهربا النهائيات الفنيه سيئه، فده يستتبعه عدم جاهزيه بدنيه، انا اقدر ادي 40 دقيقه واتعب، فاقوم واخد مثلا كهربا. اتدخل في التغييرات في جوارديولا في السيتي وفي في اوروبا، الناس اللي هم بتوع الاناليسز هم اللي بيحطوا التغييرات يا استاذ هوند. يعني يقولوا الاستاذ كريم في الباك رايت حمد هاني مثلا ما رفعش كروس اوفر طول الماتش، يبقى في عندي خلل في الهجوم في الحته دي، بيعمل الاسيستنت او المساعده الهجوميه كويس انما ما بيعملش كروس اوفر، ما بيخدمناش هجوميا. بس انت عشان توصل للكونكلوجن زي ده لازم تبقى متابع اللاعب فتره طويله، تحليل وتركيز بالظبط. ما هو انا يا استاذ كريم انا بكلمك على ما يجب ان يكون، سيبك من ما هو كائن. حتى انا بكلمك مع نادي النادي الاهلي البطل، انت عايز تبقى بطل، حتى انت بتغير في اثنين لعيبه على الخط مش كده؟ وجي فينا جول. ايوه. كان لازم يبقى في بلان 2، لان انت وانت بتغير انت كنت بتغير وانت 2-0. فبقت 2-1 بقت مشكله. فلازم كان في بلان 2 ان انت وانت بتغير على الخط ودخل فيه الجون اعمل حاجه ثانيه بقى، اسيب الراجل اللي فايق واطلع الراجل اللي قليل شويه وابدا. انا مش فني عشان اقول لك اللي المفروض كان يتعمل، او انا ما بعدلش على الكره لان هو بيفهم فن اكتر مني. مرجعيه لياقه وجاهزيه. انما انا انما انا بكلمك في الاطار بقى اللي هو ايه، انت الاول وانت بتنزل 2-0 ما كنتش مزنوق قوي، كنت بتحاول تعزز وتقفل برضه عشان تحافظ على النتيجه. النهارده انت بقيت 2-1 فخلاص، لا انا عايز اجيب 3 و4. كان المفروض يبقى في بلان 2، وده مش دور المدير الفني، لان المدير الفني عامل زي كل حاجه، فاللي بيعمل كل حاجه في الماتش بي 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 لازم تلاقي خلل. دور الراجل بتاع البدني، دور الراجل بتاع الاناليسيس الفني التحليل، يقول له ان انا الخلل عندي في الحته دي، او ناخر ده ونزود بده او ندفع بده، الكلام ده كله. مش عايز اطول عليك في الشرح، انما عايز اوصل الفكره انها دلوقتي بقى في حاجه اسمها تحليل وظيفي لمراكز اللعب. الراجل ده البي اوتو ماكس عنده يقدر يشيل نص الملعب ولا ما يقدرش؟ كهربا بيتعب بدري، واحمد عبد القادر بيتعب. انا بكلمك في يعني بكلمك بالاسماء اهو عشان ابقى صراحه مع بعض والجمهور يعرف ان احنا بنتكلم في اطار اللي حاصل. عبد القادر ما بيديش 90 دقيقه، كهربا ما بيديش 90 دقيقه. طب النهارده الناس دي انا اعمل لهم سكاوتنج بدني واشوف لو برنامج تغذيه اتدخل بيه، لو اعداد بدني خاصه اتدخل بيه، لو اقدر ابعده شويه واحطه في اطار اعداد وارجعه تاني للفرقه اقدر اتدخل بيه. بس هو ده يعني كولر اتكلم عنه قبل كده، انا مش بقول لك ان احنا ما عندناش اخطاء، احنا اكيد في حاجات لازم نعمل عليها، وفي كمان بالمناسبه اضافه لكلامك في تحليل الدي ان اي اللي المفروض بيتعمل علشان يجيب لك تاريخ الهيستوري كله بتاع اللعيبه، وده ثمنه مش غالي قوي على فكره بالمناسبه، وبيحصل في نوادي اوروبيه. انت بتتكلمي على الدي ان اي بدايه الموسم؟
بالظبط. لا انا بكلمك يا استاذ هند على الخلل اللي جوه الموسم. ما انا فاهمه، هو كولر اتكلم بقى على اللي جوه الموسم ده مع مدرب الاحمال عندنا، ان هو تحدث ان في بعض اللعيبه ما تديش ال 90 دقيقه فعلا. الكلام ده حقيقي، ما بتديش ال 90 دقيقه، فهم بيشتغلوا على ان هم يوزعوا فعلا ده على القدرات بتاعت اللعيبه. حتى في لعيبه لو تلاحظ في الفترات الاخيره كان بيريحها علشان الماتشات الكبيره، يعني الروتيشن اللي هو عامله بيحقق شويه لحضرتك النقطه هو بتتكلم فيها. هو الروتيشن بقى، نيجي بقى لكلمة الأستاذ كريم بقى في الروتيشن. هو الروتيشن ده يجي بعد اكتساب الفورمة الرياضية ولا قبلها؟ يجي أريحه عشان أستفيد منه قدام. طب أنا عايزه دلوقتي. يعني أستفيد منه. حسب بقى رؤية المدير الفني وكده. بس أنا عايز المدير الفني يا أستاذ محمد اللي أنا أقصده. إن أنا عايز المدير الفني يساعده الراجل بتاع الأناليسيز. يقول له أنا مش لما يتعب أخرجه. أكيد تمام. لأنه هو تعبان ده وصل لدرجة فورمة إن أنا عايزه. هو الطبيعي إن ال 11 لعيبة. ال 11 لاعب يقدروا يأدوا ال 90 دقيقة، طبعا استثني حارس المرمى، هل العادي ان ال 10 لعيبة التانيين كلهم يكونوا بنفس الكفاءة وكلهم بنفس القدرة على استكمال ال 90 دقيقة بجريهم بسبرنتاتهم إلى آخره، ولا بيبقى أي فريق في الدنيا في حد مميز في حاجة معينة فنحطه في المكان اللي نقدر نستفيد منه فيه، في حد ما يقدرش يدي ال 90 دقيقة لكن ممكن في لحظة يعمل لك فرق، يعني فاهم قصدي؟ لا الطبيعي من لعيبة الطبيعي يا أستاذ كريم إن هو يدي ال 120 دقيقة مش 90، وكل اللعيبه تبقى قالب بدني واحد. اوكي. وده دور الراجل اللي هو مخطط الاحمال مع محلل الاداء. احنا بالمناسبه عايزين كمان نوضح للناس، للي ما يعرفش من الناس بالتفصيل، يعني ايه مخطط احمال؟ يعني بيعمل ايه بالظبط؟ ايه نوع التهيئه اللي انت حضرتك بتمارس من خلالها دورك كمخطط احمال اللي بتعملها مع اللاعب؟ التخطيط الحمل البدني ده ببساطه جدا، انا عندي سي مثلا عضله زي عضله الفك. اوكي. انا بتكلم 1000 كلمه في الدقيقه. عايز امرنها انها تتكلم ال 1000 كلمه في الدقيقه وما تتعبش. ده حمل بدني بحطه عليها. أوكي. بمرنها علشان خاطر تتكلم ال 1000 كلمه في الدقيقه وما تتعبش مع تاخر ظهور التعب، يبقى اكتسبت حاجه اسمها فورمه رياضيه. عضله الفخذ الاماميه اللي هي العامله على النشاط لازم امرنها التمرين السليم انها تشيل المفصل بتاع 70% من وزن الجسم اللي هي عامله عليه بريس علشان خاطر تقدر تادي كره قدم كويسه. الراجل بقى مخطط الاحمال بيشكل حمل تدريبي للفرقه كلها بحيث انها تقدر تمارس النشاط الرياضي طول الموسم مع تاخر ظهور التعب واكتساب فورمه رياضيه. والجميل بقى ان هو يبقى تكنيكال لدرجه ان لما يفقد الفورمه الرياضيه في احد القمم، يعني لو بيلعب زي ما سونيا هوندا قالت دوري وكاس وابطال افريقيا مثلا، ادي ثلاث قمم في الموسم، لما افقد الفورمه الرياضيه بين الاثنين اقدر استعيد شفاء الفرقه ان انا ارجعها تاني تاخد نفس الفورمه الرياضيه بدون جهد بدني. انا بعمل لها حاجه اسمها استعاده شفاء، صار استعاده شفاء كتيره. طب انت ما شفتش الموسم ده في اختلاف في القوه البدنيه عن الموسم اللي فات؟ لان ده ملحوظ بشكل كبير، يعني احنا لاحظنا استعاده اللياقه مره ثانيه للعيبه بشكل كبير، في لعيبه ما كانتش بتادي بشكل يعني كامل من الدقيقه الاولى لنهايه المباراه، شفنا العكس تماما مع كولر. فاعتقد كولر، وتقولي رايك برضو، انا مش بفرض اكيد رايي بس من وجهه نظرك، لا قدر يلعب على النقطة دي ولا عشان بتاعة كورة قوي يعني فقارية اللي والله أقول لك على حاجة، ده مش رأيي لوحدي، يعني احنا كنا بنتكلم أنا وأنت يا كريم في النقطة دي لو أنت فاكر، ومش ملاحظاتنا لوحدنا كتير تحدث إن كولر قدر إن هو يعيد مرة تانية التألق للعيبة في الملعب. لقيت بتشوف من الدقيقة الأولى للدقيقة ال 90 وحتى لو 90 بلس في تألق، في لياقة موجودة، ما شفناش اللعيبة مستواها تدنى، لا في ثبات في المستوى. أنا مش بدافع، أنا بقول لك الصورة اللي بتقال دي حاجة. النقطة الثانية برضو فكرة التغيير بعد الدقيقة 70 لكولر، بتفسرها بإيه؟ ليه تحديدا الدقيقة 70؟ هو الأولانية لكولر، الثانية عليه بقى. إيه بقى؟ يعني الأولى اللي أنت حضرتك قلتيها حاجة كويسة جدا، بس مش بدني، فني. يعني ما هو ده بيتبع ده على فكره، ما انا هقول لك استعاد حسين الشحات رونقه كلاعب حريف. انما انا عايز حسين الشحات يلعب 90 دقيقه، لانه لو لعب 90 دقيقه هيفرق معايا. استعاد كهربا بعد بريقه، ما كانش كهربا الموسم اللي فات زي الموسم ده. استعاد بيرسي تاو اللي راهن عليه كولر، ودي تحسب له طبعا بريقه كاملا. بس بيرسي تاو اصلا اوريدي من اللعيبه الكويسين بدنيا، بس جهز كويس ومخطط الاحمال جهزه كويس، الراجل البدني اللي مع كولر جهزه كويس عشان يقدر يدي اللي هو اللي انت قلت عليه البدن الفني المرتبط ببعض. من ضمن الحاجات اللي بقت مقترنه دايما باسم النادي الاهلي فكره ان النادي الاهلي هو ملك ال 90 بلس او ال 90 بلس، تمام؟ كون ان دي حاجه بقت معروفه عن فريق بعينه، مش دي اشاره كافيه ان الجاهزيه متحققه عند اللعيبه والكفاءه مستمره لغايه الدقيقه 90؟ دي بقى يا استاذ كريم روح النادي الاهلي. لا مش بدنيه النادي الاهلي. بص البدنيه احنا لو احنا عملنا
ليفل بس عشان نبقى ناس فاهمانه ما تقولش ان احنا بنقول ان الاهلي مش جاهز بدنيا، لا خالص. انا بقول لك ان لو انت قست الجاهزيه البدنيه على مستوى فرق الدوري هتلاقي الاهلي رقم واحد. ورقم واحد بس مش رقم واحد 100%. رقم واحد ده بيجيبه من 60 70% 80%. بس هو رقم واحد. طب تعالى نقول بلس 90، بلس 90 دي موجوده في الاهلي من زمان. من قبل ما يبقى موجود بخطط الاحمال. دي طبيعه في الاهلي روحه انه لا يقبل الانهزام، وتلاقي بلس 90 دي ما بتجيبش. يعني مرجعيتها روح بحته مش روح جاهزيه ولياقه. لا انت النهارده، انت يا استاذ كريم النهارده يعني اقول لك تشبيه بس ما نضحكش، يعني لو جه اسد دخل علينا في الاستوديو انا وانت هنعمل سبرنت لغايه التجمع. انت ليه؟ مش هتلحق تعمل سبرنت ليه بقى؟ ليه؟ لان ادرينالين الخوف عندنا طبعا، الدافعيه بتقول لك ان انت عايز تحافظ على الحياه وبالتالي بتجري طبع. وانت نفسك مش هتصدق المسافه اللي انت قطعتها، لو انت طبع. بتجريها في العادي مش هتجريها طبعا. انما النهارده الاهلي مغلوب، ما ينفعش الاهلي يبقى مغلوب الدقيقه 90. اقل اكبر اعمار اللاعبين في الاهلي سنا هيجري اكتر من اكتر واحد شباب وهيدي اللي عنده. ليه؟ لان عنده جمهور بيحرك الصخر، ولو انت لاحظت الجمهور امبارح كان عامل ازاي. وهقول لك ان الاهلي في عدم وجود جاهزيته الفنيه البدنيه بيكسب في الدقيقه 90 لانه ده الاهلي، دي حاجه مرتبطه بيه. وانا بقولها لك وراجع امتى الماتشات وعندي استعداد اعمل لك سكاوتنج على الكلام ده في اخر 36 مباراه، هتلاقي ان الاهلي وهو وحش بيكسب وهو حلو بيكسب. طب تعالى نتكلم في الجزئيه اللي انا بكلمك فيها عشان نبقى تكنيكال شويه. انا بقول لك ان لو 60% من لعيبه الاهلي يقدر يدي 90 دقيقه، الباقي الستة سبعة دول ما بيدوش ال 90 دقيقه كاملين. والاستاذ انا هوندو حضرتك تقدر تقول لي، وانا لو قلت لك اسماء انت هتقول لي اه صح. طيب معلش، وجهه نظرك ان ده بيحصل بسبب ايه؟ خليني برضو اسمع. هون ده مش كولر خالص ولا خطا، لان أيوة. الراجل جاي مشكله احمال يعني مدرب احمال. لا انا عايز الراجل بتاع الاحمال، انا عايز النادي الاهلي يبقى فيه حد بتاع اناليسز احمال. هو على فكره احنا عندنا اناليسز احمال بالمناسبه، بس هي النقطه ان انت بتشوف ان بتتم بشكل مش المفروض تتم بيه. في اناليسز فني يعني، في راجل تكنيكال. انا عايز الشغل الجديد بقى بتاع اوروبا، الراجل اللي هو بيعمل فيتنس ريبورت جنب التكنيكال ريبورت. يعني انا النهارده الراجل بيقول محمد هاني ما عملش كروس اوفر مثلا، لا انا عايز اشوف محمد هاني عمل كام لونج سبرنت ومطعوم بكام كروس اوفر. لان دي مش كلها تقارير بتروح لكالر اصلا كده كده بقى. لا ما اعتقدش ان في اناليسيس تكنيكال بدني. ليه؟ لان الراجل ده لما بيروح يا استاذ هوند بيجري 45 متر، وهو بيجري 45 متر ما عملش حاجه بيرجع تاني يبقى ده 90 متر، مش كده؟ ال 90 متر دول انا بسميهم كراجل محلل اداء وظيفي جهد مهدر، انا ما استفدتش بيه. انت اي حد يبص يتفرج على الباك رايت بتاع النادي الاهلي يقول لك ده بيجري جري ملوش حل، واكتر واحد بيجري في الملعب. انما انا عايز الجري يا استاذ كريم ما تجريش 15 كيلو، اجري 9 كيلو 8 كيلو زي علي معلول بس موجه. أوكي. لما تروح اعمل، واضح ولما ترجع اسند. العلم دخل في كل حاجه، هو هي دي بقى التفاصيل. وهو ده اللي بيميز اوروبا عننا، انك تلاقي الراجل بيلعب 90 دقيقه وعنده استعداد بعد 90 دقيقه يلعب ماتش تاني. ليه؟ لانه جاهز للحته دي. طب انا عايز اسالك حاجه يا دكتور برضو، لان ده او دي مشكله بيواجهها النادي الاهلي وبتواجهها انديه كتير جدا. مش عايزين نختلف يعني، انت صح. لا على فكره انا بحب اختلف ليه، لا مش مشكله والله بالعكس. لما نيجي نتكلم عن انديه زي النادي الاهلي اللي عندها ضغط للمباريات عديد جدا، الحل الامثل ايه هو؟ هل حضرتك بتتكلم عن الاناليسز دي هي اللي ممكن تحل المعضله يعني، ولا المفروض يكون في حاجات تكنيكال ثانيه؟ المفروض يكون في الاناليسز الفيتنس ريبورت مع التكنيكال ريبورت دول يا استاذ هوند، هيخليني انا كاداره النادي الاهلي اعرف اجيب، وانا بجيب اعرف اجيب حد يكون الفيتنس ريبورت عنده عالي. يعني انا بوجهه نظري المتواضعه يعني، وانا راجل ابن النادي الاهلي كنت بخط احمال الاهلي سنتين طبعا واتشرف بيه يعني. الاهلي ما فيهوش راس حرب، ما فيهوش الاسترايكر بتاع الوداد الاسمراني بتاع السنغال ده اللي هو الاسترايكر الصريح يعني، ما فيهوش. طب انا النهارده لغايه دلوقتي ليه ما عنديش استراك؟ ما عنديش لابا كوجا بتاع العين ليه؟ ما عنديش عبد الرزاق حمد الله بتاع الاتحاد السعودي ليه؟ ما عنديش الراجل استرايكر اللي هو من ربع فرصه يجيب جول ليه؟ دي انا محتار لها مثلا. والله احنا اتكلموا في ده كتير، ناس قالت لك احنا عايزين راس حربه صريحه، مارسيل كولر لما جه اتقال له لو انت محتاج اي يعني مركز معين من اللعيبه قول، الراجل قال لك انا عندي سكواد كامل، انا عندي المهاجمين اللي انا محتاجهم، انا عندي خط الوسط اللي انا محتاجهم يعني. واعتقد برايه ده الاهلي محقق كل يعني احنا بنتكلم في 11 كلين شيت، فبتهيأ انا مش بدافع، انا بقول لحضرتك الواقع ده مترجم على الواقع ازاي. بتنقلي وجهه نظر الثانيه. لا دي وجهه نظر الواقع، ده مش وجهه نظر الاخر. هو اللي حاصل بالسكواد الموجود اللي كولر
موافق عليه، هو ده اللي جاب لك كلين شيت كل المباريات دي، هو اللي بيجيب لك البطولات دي لحد دلوقتي. الخبر الحزين بقى اللي عندي ليكم انتوا الاثنين ان للاسف الشديد الوقت مش هيسمح لنا بطرح المزيد من الرؤى ووجهات النظر، لان للاسف الوقت المتاح لنا في الفقره طب دي. طب نرد على النقطه. طب انا اخر حاجه هرد على الحته بتاعت السنه دي، انا ما بقولش، الكولر انت المفروض تجيب مين. ايوه انا بقول لحضرتك ان النهارده انا لو انا بقى عايز ابقى في حته ثانيه، الحته الثانيه دي تعني ان انا لما اروح كاس العالم ببقى في نفس الليفل. ايوه طبعا عالميا اكيد كاس العالم اللي هو بتاع الانديه يا سكرين. اتمنى لما اروح لما العب مع الوداد في افريقيا ابقى عارف ان عندي راس حربه بحط. لما مش بكلمك على ان انا الاهلي احسن من الاتحاد السكندري واحسن من الزمالك. حلوه الاتحاد السكندري دي واحسن من طلائع الجيش واحسن من ايوه الاهلي احسن منهم. انما في لما تيجي افريقيا ما بترحمش. يعني احنا كنا محظوظين جدا في ان احنا الاهلي ما هوش احسن من صن داونز لما لعب كوره. ما هوش احسن من صن داونز ليه؟ لو انا جمعت الفيتنس ريبورت مع التكنيكال ريبورت انا هشوف احتياجات الاهلي. طب انا هقول لك حاجه بسيطه عشان نقفل، استاذ كريم بقى مستعجل، هاتي اخر من اول ماتشات اللي ماسكها كولر لغايه دلوقتي وشوفوا معدل التهديف. يعني شوفي انت بتقولي لي بس هو مبسوط كده، بس هو بيحقق كده. مش مبسوط كده، هو كده. بيحقق. طب كويس. وهو الفريق لا تشعر ان هو عنده نواقص. ولو بتكلم ان احنا احسن من الاتحاد السكندري، لا ما احنا كمان افريقيا من اعلى الانديه والبطوله من اعلى الانديه اللي حصلت على بطوله افريقيا، فانا ما عنديش نواقص في حاجه على فكره. يعني انا فاهمه، انا مش بس احسن من الاتحاد السكندري بحكم الاتحاد. لا وانا قلت لك احسن من الزمالك واحسن من بيراميدز. ده بحكم او ده بواقع الارقام والتاريخ بتاعي. أيوة. انما انا بكلمك بقى تعالي نعظم دور الارقام. احنا نعظمه بسرعه بس. نعظمه بسرعه. تعالوا نقول ان انا عندي 50 فرصه محققه على المرمى والراجل راس الحربه جاب قد ايه؟ ده احنا وليد ازارو كان جايب 21 جون وكنا بنقول مهاجم وحش. الاناليسز انا فاهمه حضرتك. يعني طب انت مسافر ولا قاعد معانا؟ يعني انا كده هسافر بعد الحلقه دي. حديث بقيه. تعالين انت بقى حديث بقيه. نورت الدنيا كلها. بنشكرك على وجودك معانا وبنتمنى لك المزيد من النجاحات ان شاء الله. ربنا يخليك. نشكرك يا دكتور. وطبعا احنا اسفين بس احنا بنبقى يعني للاسف ملتزمين بتوقيت معين، بس احنا كنا حابين نخش مع حضرتك في نقاط ثانيه كتيره جدا. انا سعيد بيكي وربنا نورت الدنيا ان شاء الله دايما مع بعض. يعني ان شاء الله دايما. ربي يخليك. نروح فاصل سريع ونرجع مع حضراتكم. يا اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه. طبعا احنا اللي حصل كالاتي، احنا كسبنا شوط ولسه قدامنا شوط ثاني ان شاء الله اكيد مهمته هتكون صعبه للغايه، ولكن كالعاده الاهلي ان شاء الله هيكون قدها وقدود. تعالوا بقى ايه نفصص كده اللي حصل في ماتش امبارح ونمخمخ في اللي هيحصل في الماتش اللي جاي، ونتجاذب اطراف الحديث مع الناقد الرياضي اللي بنسعد دايما بوجوده معانا وتشريفه لينا في 10 الصبح في الاهلي، الاستاذ جمال الزهيري. يا صباح الخيرات واهلا بحضرتك استاذنا الكبير. اهلا بحضرتك. صباح الهنا يا رب. ايوه النبي انا عايز الامور يبقى فيها بس شويه تفاؤل. طبعا يعني انا امبارح حسيت انه بعد الماتش يعني من تعليقات بعض الناس ان العمليه ضايعه. لا لا سيبك من التعليقات. انا بس عايز امبارح في كذا لقطه مع نهايه مع صفاره نهايه المباراه. الكاميرا كانت بتستعرض جانب من الحضور والجماهير. كان في كذا حد، الكاميرا حتى اتفكست عندهم لفتره. الرياكشنات بتاعتهم اللي هو ايه، عارفه يا نهاوند بتبقى فرحتك منقوصه. يعني ناقصه حاجه. فاهم ازاي؟ فدي برضو كانت يعني ما ننكرش ان الهدف اللي جه طبعا هي منقوصه صار من فرحتنا. يعني انا شخصيا لغايه النتيجه ما كانت 2-0 قاعد مطمن الى حد ما. ايوه بس ما اقدرش اقول ان انا كنت مطمن ان انا خلاص عديت. لان المباراه الثانيه احنا من البدايه برضو لو تتذكروا اجمعنا على ان لو انا كسبان 2-0 حتى 3-0 هبقى قاعد. التكتيك او طريقه اللعب هناك هتختلف وجماهيركم من 3-2 ل2-1. لكن انا عايز افكر الناس بحاجه، انه الوداد البيضاوي نفسه طلع من الدور قبل النهائي ازاي؟ تعادل سلبي في ملعبه ثم تعادل ايجابي مع صن داونز في ملعبه. يعني اقصد انه نتائج المباريات في كره القدم وارد فيها كل شيء، وانت الحمد لله كسبان المباراه الاولى 2 كنا نتمنى انها تنتهي كده. اما وقد حدث والاخطاء وارده في كره القدم، ما اقدرش اقول ان انا اصلا مش بلعب لوحدي. طبعا يعني انت امامك فريق برضو قوي. طبعا قوي وعنيد وهو حامل اللقب ومتمسك بفرصته. حقه طبعا. حقه ده امر طبيعي. لكن ده مش معناه ان انا ابني على كده بان الموضوع انتهى.
يعني يعني مجرد الاحساس بان انا اسلم بان النتيجه خلصت على كده، لا ده عفوا يعني ده نص الهزيمه. يعني ما هو انا لازم... مع حضرتك يا استاذ جمال. بس هي الناس كانت تقول لك ايه، انا ما كنتش نفسي ابدا يدخل فيا هدف، كنت افضل كتير لان انا كنت اقدر ان انا ما ادخلش فيا هدف. ده حقيقي. لكن عندك عوامل، وقلنا الكلام ده في بدايه الحلقه مع حضراتكم. قلنا اوقات بيكون في ماتشات العامل واقع على اللعيبه من تقصير وبنطلع نقول بالمناسبه، وعامل اخر مع احترامي الشديد بقى اللعيبه ما قصرتش. الاخطاء التحكيميه غير عاديه طبعاً. يعني هي السبب في السكور امبارح. انا تاني هرجع اقول ليست المره الاولى ولن تكون الاخيره ان النادي الاهلي يتعرض لحاجه زي كده طبعاً. وما بنعلقش شماعه على اي حد، ولكن دي الرؤيه عليها. لكن دي الرؤيه لا الحقيقيه. لا وغير كده احنا ممكن هنقولها كحقيقه احنا شفناها بالظبط. يعني يعني انا سامع الانترو برضو قبل ما انزل حضرتك بتتكلمي على اللعبه اللي لعبها بايده عطية الله بالظبط، وقلت لي انك فاكره يحيى عطية. يحيى مش هنساه، يحيى مش هيتنسي. ايوه زي انرامو. زي انرامو بالظبط. اما يبقى واحد عامل الكره بايده عامدا متعمدا صحيح، يعني بمنتهى الوضوح طبعا، فلابد ان الحكم كان ياخد القرار. انا بس عايز اقول ان الحكم انا كنت متفائل بانه الاتحاد الافريقي بدا يدي فرص لحكام جدد، انما الحقيقه بعد اداء الحكم معتز الشلماني ده امبارح بهذا الشكل، لا لازم يبقى في وقفه. لان الحكم لو نتذكر مع بعض ضربه الجزاء اللي الغيت بالفار، ايوه اعتقد انها كان لها تاثير كبير على اداء الحكم بصرف النظر عن ان ضربه الجزاء صحيحه نص صحيحه يعني مش دي القضيه دلوقتي. انا قضيتي انه حكم الفار فرض على معتز اللي هو حكم المباراة هشام قراط، يعني فرض على معتز ان هو يقلق ويتوتر كأن اللي بيدير المباراة الفار، الفار مش هو مش الحكم، قراراته مهتزة، خاف هو خاف بعد كده ياخد اي قرار. لا انت لازم تاخد قراراتك زي ما انت شايفها، واذا الفار راجعك ماشي ممكن تاخد بقراره او لا تاخد برأيه. وكرات اللي الفار المفروض يراجعوا فيها بالظبط كده، ولا حياه اللي أيوة دي ده جزئيه وضعها ايه الحاله دي جزئيه تانية. انه طب في العاب اخرى ومواقف اخرى لما انت شاطر قوي يا بتاع الفار وتدخلت في هذه اللعبة ولغيت حكم الحكم ولغيت قرار الحكم، لماذا لم تتدخل في الامور الاخرى؟ طبعا كويس. فالاداء التحكيمي احنا بس بنذكره، مش يعني انا مش عايز اصدر للاعيبه النادي الاهلي ان هم مظلومين فهيتظلموا، فمش عايز اخش في لا 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 تمام هذه مش طريقتنا يعني مش طريقتنا طبعا بالظبط، لانه احنا محتاجين ال 90 دقيقه الجايين كل لحظه وكل تركيز. الاداء هيختلف على فكره، يعني هناك هيلعب الوداد على انه محتاج يحرز الهدف طبعا. انت لازم يبقى عندك القدره على انك تمنع احراز هذا الهدف بالدفاع بقى المتقدم اللي هو بعيد برضو عن منطقه جزائك، تحسبا لانه بملاك تسمى ده ممكن بيعتذر تقريبا فيؤدي اخر الادوار مش هنشكك فيها من دلوقتي، لكن تبعد يبقى دفاعك متقدم شويه ما بتبقاش في مواقع خطيره. ثانيا هيبقى عندك انت المساحات اللي هو حاول يستغلها هنا عكسية، يعني انت بقى انه فريق الوداد عايز يهاجم وعاوز يخلص طبعا. انت عندك الفرصة وعندك الامكانيات وعندك اللعيبة، يعني عندك سرعات ما شاء الله ما شاء الله. يعني يعني انا امبارح بشوف بيرسي تاو وحسين الشحات، لا لا عظمة طبعا. حاجة هايلة. وبعدين انا شايف بيرس تاو امبارح ده قطم وسط الراجل المدافع الافريقي ده الكعب كل شويه يجيبه كده ويجيبه كده. فيعني عايز اقول ان انت عندك الامكانيه في مباراه الاياب باذن الله انك تحرز اهداف تسجل، وده مش بعيد ابدا، بس بشرط الدفاع رقم واحد يجب ان يكون متيقظ جدا لهذه المباراه. لكن لازم نبقى عايشين
الأسبوع اللي جاي ده على أمل التركيز الكامل في المباراة، وعلى أن إنها شوط تاني حقيقي وفعلي، وليست أول مرة على فكرة. هنتذكر مباراة الصفاقسي اللي كانت هنا 1-1 وهناك لغاية آخر ثواني وآخر دقائق في المباراة الهدف الشهير لأبو تريكة. يعني عايز أقول إنه تاريخ مباريات كرة القدم مليء بالدروس بقى. صحيح. في هذا الأمر يعني. أنا متفق مع حضرتك. طيب برضو بتفسر بإيه أستاذ جمال إن ناس كتيرة اتكلمت في تحليلهم للشق ده أو الجزئية دي؟ أنا كنت رائع جدا الشوط الأول وهجوميا كنت رائع جدا وفي تركيز هايل. تراجع الهجومي في الشوط الثاني اللي كان ممكن لو ما حصلش يخليني احرز اكتر من هدفين، ايه سببه؟ يعني بتشوف سببه كان ايه تحديدا؟ هل بغض النظر عن الاخطاء التحكيميه في فرصه لا تضيع لكهربا وهو لعبها الى حد كبير صح، اللي هي لعبها في الزاويه اليمين وانقذها حارس المطيع ده، حارس الوداد. يعني عايز اقول وبعدين المباريات لا تحسب بانك لازم تبقي مهاجم على طول الخط، ما بالعكس ده اللي احنا بنطالب بيه احيانا، ان تهدئه اللعب ده جزء من الفوز. يعني الاحتفاظ بالكوره، يعني النادي الاهلي خلال المباريات السابقه بيجيد ان هو يحتفظ بالكوره الاستحواذ فيحرم منها المنافس وفي نفس الوقت يضعف ويهز ثقته في نفسه وبس انا عايز احرز اجوال برضه. ماشي، ما هو انت احرزتي هدفين فكان من الممكن يبقى في مرحله معينه في المباراه مجرد ان احنا نحتفظ بالكره ونستحوذ عليها. ثانيا لازم نقول نقطه برضه مهمه، انه المهمه تكون اسهل لما تبقي مركزه على الناحيه الدفاعيه. يعني الفريق اللي بيركز على النواحي الدفاعيه البحته ما بيشغلش دماغه بحاجات تانية. ده في مباريات بطولة زي البطولة اللي احنا فيها دي، ولا ده في المباريات العادية؟ لا في الفكر كل اللي حضرتك والله بتقوله. في كل المباريات، لان انا اوقات بحتاج ان انا اهاجم واخلص المباراة واهدى بعد كده. على فكرة الاهلي امبارح كان بيهاجم في عز لما فاق فريق الوداد وبدأ يهاجمك، كان فيها هجمات مرتدة خطيرة جدا وكانت فرص محققة، منها اللعبة اللي هي كانت هجمة على الأهلي طلعها مصطفى شوبير، لعبها لاعب يحيى عطية الله. هنفضل ورا يحيى احنا الماتش كله. ما تفكرهاش بقى، ما سامحوش بلاش عشان عارف ان دي نقطة ضعفها. لا بجد، يعني انه لعبة زي كده رد الفعل الطبيعي، لا ده كان في بيرسي تاو، كان في اعتقد حسين الشحات. يعني كان من الممكن جدا حسب رؤية كمان بعض محللين التحكيم انه اللعبة ما كانش بيرسي تاو فقط هو اللي ورا يحيى، لا ده كان فيه كمان اعتقد حسين الشحات، فكان ممكن جدا تبقى فرصة مؤكدة، ومن هنا كان يستحق كارت احمر وليس كارت طبعا اصفر طبعا بشهادة الجميع. فهي الفكرة كلها انه المباراة ما زالت في الملعب، الاهلي محقق افضليه، سيبك من انه الجون بجونين والكلام ده، الجون بجونين لما يحتكم الامر لده، لكن انت الان عندك جميع انواع التعادل جميع انواع الفوز، وده وارد جدا، لانه اذا كان فريق الوداد بيمتاز بالتقفيل مش هيعمل كده هناك، هو اساسا هيلعب على اساس ان هو عاوز يبادرك بهدف اكيد، وبالتالي هيعملوا ده باستماته كمان. ايوه، وبالتالي المباراه انا عايز بس نحط في اعتبارنا انه الوداد لم يتاهل الى النهائي، مع كل الاحترام ليه، بانه هو هاجم اكتر ولا كان فرصه اكتر، لا بالعكس هو هاجم، هو صعد بتعادل سلبي في ملعبه ثم تعادل إيجابي، واللي أحرز هدف التعادل لاعب الصن داونز. يعني ما يعني عايز أقول إيه، إنه كل شيء موجود في كرة القدم، مفيش حاجة اسمها إنه المباراة انتهت 2-1 هنا فأشوف حالة من اليأس الناس بتتكلم على إن خلاص النهائي راح، لأ.
لا 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 نهائي مش لدرجة يأس، بس هو عارف زي ما كنا بنقول من شوية أنا ونهوان، فكرة إن أنت فرحتك منقوصة، إن حد فرملك فرحتك. أيوة. وبطبيعة الحال لازم ناخد في الاعتبار طبعا المعطيات اللي هنكون فيها في ماتش العودة، فكرة إن أنت بتلعب بقى مع منافس جريح. أيوة. خد بالك على أرضه في وسط جمهوره. بطبيعة الحال هيكون حاطط قدامه هدف إن من أول دقيقة يهاجمك باستماتة. يعني الحاجات دي هي اللي بس إيه بتقلق يعني، فاهم؟ عارف كل ده ممكن انت تحوله الى ايجابيات، يعني كل المميزات لو عملنا ايه بقى تتحول ايجابيات. انت لو انت هتلعب امام جمهور كويس طبعا. طب ما هم لعبوا قدام الجمهور ده امبارح، ما هم لعبوا قدام جمهور الاهلي بتشجيعه، ولابد كمان ان احنا قبل ما ننقل، لا جمهور الاهلي امبارح 10 على 10 كالعاده. روعه روعه والله، مفيش غلطه مفيش طبعا. خطا طبعا. فانا عايز اقول انه انت بتفسد مميزاتهم بانك ازاي تلعب. اول حاجه زي ما قلنا انت بتلعب قدام جمهورهم، فمن السهل جدا انك لو طولت امد المباراه بحيث ان هم مش قادرين يحسموها، ده على طول بينتقل الى المدرجات بلا شك، احباطات يعني طبعا. مثلا هو هيلعب بطريقه اقرب الى الهجوميه، انت تحاول تستفيد من هذا الاندفاع الهجومي. يعني 100% طريقة المواجهة هتبقى مختلفة. وبرضو لازم نشيد بصرف النظر عن النتيجة اللي هي غير مطمئنة من وجهة نظر، ما انت كان ممكن المباراة تنتهي تعادل. كنت هتعمل ايه؟ طبعا. يعني انت كان ممكن تعمل ايه لو انتهت بالتعادل مثلا؟ يعني في فرص كتيرة وفي حاجات كتير، وما زال الامل قائم بقوه بشرط ان احنا لا نيأس. يعني لا يتسرب الينا يأس انه لا الموضوع خلص. لو وصلنا للنقطه دي مش هنشتغل، فلازم نهتم بالجزئيه يعني. تمام. اتفضل والله. لا والله انا شايف ان السؤال اللي جاي يبقى الطف لو طلع منك. بتعزمه ولا ادخل انا بسؤال بالعام؟ يلا بقى انا شايفه كده. طب انا عندي حل، اكمل انا مثلا؟ والله فكره زي العسل. لا انا شايف ان احنا نكمل. اصل يعني للامانه الحاله اللي اتخلقت عندنا بمجرد ما دخل فينا الهدف ده، وتاني ارجع اقول لحضرتك شفناها مرسومه على وشوش بعض الجماهير اللي كاميرا استعرضتهم، مرسومه على وشي انا وانا بتفرج. انا عاده بحب اتفرج لوحدي على فكره، بحبش ايه يا ده في ناس كده كتير. لا عشان تركز انا والشاشه. لا انا كمان مش عايز، ما بحبش مؤثرات يعني خارجيه، مش عايز مؤثرات خارجيه وايه وبتاع واللي مش عايز تركز. لا انا ببقى قاعد لوحدي والناس بتتفرج على شاشه ثانيه خالص، على برامج ثانيه ماليش دعوه. بس فعلا مش عايز اقول لك انا شكلي كان عامل ايه في اللحظات دي. بس لما الواحد بيتفرج لوحده وبتركيز شديد، دي عمليه صعبه، في بعض الاحيان بيكلم نفسه ساعات. انا بكلم نفسي امبارح، كلمت نفسك وقلت ايه؟ كلمت نفسي انا احنا بنتكلم بعيدا عن اخطاء التحكيم كمان، عشان اكيد كلمت نفسك فيها كتير. قلت لها طب ليه كده؟ انا بقول لك بمنتهى الصراحه ليه بقى، لانه انت اتنين الى حد كبير. ردت بس عليك ولا لا؟ لا ما ردتش. هو ده اللي لا والله لو كانت ردت علي نقل عليك يا استاذ جمال. ردت عليا عارف انت اللي هو يقف قدام المرايه بتكلم الثلاجه ولا حاجه كده. لو الثلاجه ردت لا هنا نقلق. لا هو هنا الحقيقه هي ردت قالت لي اللي انا بقول، اللي انا قلته من شويه، اللي هو ايه؟ انه لا لسه، وانه جميع مباريات الدنيا جميع البطولات لا يعني لو انت تفتكر قبل المباراه دي لسه ما نعرفش النتيجه كام. احنا قلنا ايه؟ مباراتين. ليست مباراه ولكنها مباراتان. طبعا طبعا ما لهاش حل تاني. لو هقول لك حاجه، انت مش كسبان الترجي 3-0 هناك، هل انت اعتبرت ان المباراه انتهت ولا لعبت هنا برضو على اساس ان انت خايف من اي رده فعل؟ ما انتش عارف ايه اللي ممكن يجرى. فلا بد ان انت بتتخذ كل التدابير زي ما بيقولوا عشان تلعب المباراتين، هما شوطين ما تضمنش، فلا بد ان تتعامل مع هذه المباراه. والله لو كسبان 4 لو كسبان 3 بتبقى، بس برضه بتفرق في الاريحيه حتى كجماهير. انا معاك وانت قاعد كده في اريحيه في ثقه. لا انا معاك طبعا،
بس برضو طب انا اقول لك بقى ده الخطورة في هذه النتيجة فيها خطورة وفيها ميزات، ان انت حاسس او اللعيبة حاسة ان الموضوع لسه في الملعب لم ينتهي، ممكن ده يبقى عندك حافز ليك في الجاي. طبعا مفيش كلام، مش هتلعب المباراة التانية على انها فسحة يعني. هي. وعلى فكرة مش مستحيل ومش صعب وممكن جدا يعني، ممكن زي ما قلت لحضراتكم التعادلات، زي ما قلت لحضرتك الانتصارات، تخطف هدف و يعني كل السيناريوهات واردة. فما نقلقش، نقلق بس نشتغل نستعد للمباراة بشكل قوي بإذن الله، يبقى التوفيق في صفنا بإذن الله. طيب هو فاضل تقريبا 4 دقايق أستاذ جمال، حاجة زي كده عايزة برضو هنتهي الحلقة كلها يعني، لو إلا لو حضرتك عايز تكمل يعني بس احنا هنمشي نكمل بقى بعد. طب ما نسأله قلت لنفسك إيه تاني وأنت أيوه سؤال تاني أهو لك، لحظة صمت غريبة جدا. أيوه صح كلنا قاعدين. لا أنا قلت أنا يا رب أنا غلطت في حاجة ولا إيه؟ هما سكتوا ليه؟ الموضوع خلص على كده ولا إيه؟ لا الحلقة خلصت ولا إيه؟ أنا الأربع دقايق دول حابة يعني شوية نكسر المود، وعايزة أروح للحدث العالمي الأكبر دلوقتي، هو اعتزال ابراهيموفيتش. ما اقدرش ما اتكلمش حضرتك برضو عنه الصراحه. خدتنا فين؟ ايوه ودتنا فين؟ هنرجع تاني هنرجع. بس بجد ابراهيموفيتش من اللعيبه اللي هو نفسه كان بيقول لك انا مش عارف هعتزل امتى، لاني مش عارف خايف من الخطوه اللي بعد كده، فهو كان مستبعد الاعتزال، فكره الاعتزال اصلا. احنا كجماهير عشاقه اللي بالملايين كله كان معتقد ان هو مش قبل 45 سنه عشان يفكر في الاعتزال. 55 هو بالذات عادي 52. كانت مفاجاه، وفكره ان هو حان الوقت لاقول وداعا اللي كتبها، والبكاء اللي كان موجود، مشاهد اللي احنا بنشوفها المؤثره بشكل كبير جدا، والعروض المعروضه عليه حاليا، يا يكمل موسم كمان يا ينتقل للاداره او يعني للتدريب في ميلان. برضو ده برأيك فيه ايه؟ هل كان فعلا التوقيت ده المناسب ولا؟ شوفي التوقيت بيختاروا اولا اللاعب، وهي الاعتزال كلمة يجب ان توضع في ذهن اي لاعب كرة مهما كان متألق. طبعاً. يعني يوما ما سيودع المستطيل الارضي. فانا بشوف انه الاعتزال والناس عايزاك احلى حاجة. ده كتير ابطال رياضيين عملوا كده يعني. في ناس بيكسروا وراهم قلق. طبعا طبعا. يعني طب يا عم متشكلين. لا هو فعلا فكره الاعتزال في القمه او الناس بالظبط كده. بالظبط كده. يعني مش لازم تكون المستوى عالمي لسه، لا بيقل طبعا مع السن، لكن الاعتزال والناس عايزاك دي حاجه روعه يعني. وهذا على فكره الفتره لو لعب موسم تاني او حاجه مش هيضيف كتير. اكيد واخد بالك يعني. انا فاكر جان بيير بابان في اواخر ايامه نجم الفرنسي طبعا، كان لعب موسم في اسمها ايه، جزيره في افريقيا من المستعمرات، اوكي اسمها حاجه كده بعيد جدا ناحيه مدغشقر، اوكي تبع موريشيس يعني. لا موريشيس حاجة تانية اللي هي بركانية، جزيرة بركانية اسمها يعني. يعني احنا مش هنختلف. يعني المهم ان لو هو كان في اسم مش هن... مش هنحجر معاك يعني. كان بيروح يلعب كل اسبوع مباراة في الدوري هناك من باريس، ياخد المسافة دي في 10 ساعات عشان يلعب مباراة كل اسبوع. بيسافر كل اسبوع رايح جاي، لكنها لم يعني لم تؤثر او لم تضف الى تاريخه. اكيد واخد بالك ازاي. فعشان كده بقول لك انه او الاعتزال هو نفسه مش عايز يعتزل. بس هذا هو من المرات النادره اللي نشوفه متاثر ووشه فيه دموع كده في عينيه متحجره. ايوه طبعا ده امر ما بتحصلش في حالته كتير، حياته كلها في الملاعب 20 سنه او اكتر كمان يعني طبعًا. بس انا اتمنى يعني انا بحبه جدا اتمنى ان هو ياخد المنصب الاداري او التدريبي في ميلان مع مالديني، هيبقى افضل ليه بكتير. اعتقد هيخش على منصب او
مهمة معينة في ميلان. نورتنا نورتنا يا مسيو والله. شكرا جزيلا. حقنا ان نصمت الان. دلوقتي الصمت اوكي. لا يا رب ان شاء الله باذن الله يوفق النادي الاهلي ان شاء الله يا رب. اللي جاي احنا واثقين كده كده، وانا عارفه ومن الجماهير انا وكريم وكلنا الواثقين ان شاء الله الاهلي هيفرحنا باذن الله، وتنضم ايضا يعني البطولات مره اخرى لدولاب النادي الاهلي عندنا كالعاده. نشكر حضراتكم على متابعتنا، نشوفكم انا وكريم بكره ان شاء الله حلقه جديده 10 الصبح في الاهلي. مع السلامه.